بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. هبدأ الحلقة النهاردة طبعا بتوجيه الشكر لحضراتكم باسمي وباسم العائلة لكل من واسانا في وفاة والدي الحاج محمود الشاطر. بشكر كل الناس طبعا اللي شفتهم في مراسم الدفن والعزاء سواء في اسكندرية أو في القاهرة، كل اللي كان حريص على تقديم واجب العزاء سواء هاتفيا أو بالرسائل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دائما شكرا لحضراتكم، شكرا لجمهور النادي الأهلي. قبل بس ما أختم، أنا مش هتكلم كتير في هذا الأمر، وقبل ما أختم هذا الأمر عايز أقول لحضراتكم الله يرحمه أبويا علمني حاجة مهمة جدا جدا جدا، إنه شغلي ملوش أي علاقة بحياتي الشخصية، بمعنى ان انا لما هكون مع حضراتكم على الهواء هحاول على قد ما اقدر ان انا انسى حياتي الشخصيه تماما، وبالتالي ان شاء الله نكون حريصين خلال الفتره اللي جايه النهارده وبكره. انا هكون موجود مع حضراتكم ان شاء الله في البيت الكبير لو ربنا ادانا عمر، ان احنا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي مباراه النادي الاهلي ومباراه الوداد البيضاوي المغربي. ليه بفتح الموضوع ده دلوقتي؟ لأن هو بالنسبة لنا كأهلوية هو الموضوع الأهم، الموضوع الأبرز، الموضوع اللي احنا كلنا مستنيينه 90 دقيقة. الأهلوية يبقى مصر كلها مستنياها. إيه اللي هيحصل إن شاء الله إن شاء الله يوم 11/6؟ هو ده اللي هنشوفه، وهو ده اللي أنا هتكلم فيه خلال الفترة اللي جاية. مرة أخرى، إذا كان هناك من يستحق الشكر فأنا بشكر دائما جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي اللي دايما واقف في ظهري واللي دايما واقف في ظهرنا كلنا كأهلوية وبينسينا كل حاجة، مفيش حاجة بنقدر ننساها. وفاة الأب حاجة مهمة جدا وحاجة صعبة جدا 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 في حياة الواحد، ولكن إن شاء الله ربنا هيقدرنا ونقدر نعدي هذا الأمر. مرة أخرى عايز أقول لحضراتكم إن أنا الفترة اللي جاية هتكلم عن مباراة الأهلي والوداد، الحقيقة موضوع مهم جدا جدا جدا، ولكن قبل ما أبدأ أتكلم عن مباراة الأهلي والوداد خليني أوري حضراتكم حاجة هي دي اللي أنا هشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية. خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. لو حضرتك قاعد بتتفرج على قناة النادي الأهلي وبرنامج البيت الكبير هتجد خلال الفترة اللي جاية، مش في البيت الكبير بس ولكن في كل برامج قناة النادي الأهلي، ستجد خلال الفترة القادمة شيء واحد فقط، وهو تحفيز لفريق محترم، تحفيز لفريق هنقف في ظهره حتى يحدث أي شيء أو مهما حدث، تحفيز إن احنا عمرنا ما هنسيب النادي الأهلي. هنشتغل على شيء واحد فقط، وهو إن احنا عايزين نكسب هذه البطولة، لكن لو ربنا ما كرمناش وكسبنا هيبقى في كلام تاني. ولكن من النهاردة لغاية يوم 11 أنا لن أنظر، أو هذا البرنامج لن ينظر إلى أي أمور تخلينا نبص تحت، لن ننظر لمثل هذه الأمور، سأنظر لشيء واحد فقط وهو التحفيز، كيفية تحفيز هذا الفريق المحترم اللي اتعمل على مدار 4 أو 5 سنين اللي فاتوا. يستحق هذا الفريق كل التحية، تحيتهم هتكمل وهتكبر في قلوبنا وحبهم هيكبر في قلوبنا لو ربنا كرمنا ان شاء الله يوم 11. يوم 11/6 كلنا بننتظر هذا الجيل المحترم، هذا الجيل الرائع، هذا الجيل اللي خد كمية هذه البطولات، هذا الجيل اللي وصل للمباراة النهائية في آخر 6 سنوات 5 مرات، هذا الجيل اللي تم تكوينه في وجود مجلس الإدارة الحالي، هذا الجيل اللي يستحق مننا كل المساندة والدعم، هذا الجيل اللي لعب مباراة واحدة من أفضل المباريات اللي لعبها النادي الأهلي خلال السنة الأخيرة، مباراة الوداد، كل المباراة باستثناء الهدف اللي دخل فينا. هذا الجيل يستحق مننا إن احنا نفضل واقفين في ظهره. هذا الجيل حقق 3 بطولات في آخر 2 شهر. هذا الجيل ما ريحش بقاله فترة طويلة جدا. فعشان كده احنا كجمهور النادي الأهلي لن ننظر أنا ما بحبش الانهزامية. هحكي لحضراتكم قصة الصفاقسي مرة تانية وتالتة وعشرة للناس اللي ما سمعتش ايه اللي حصل يوم مباراة الصفاقس. يوم مباراة الصفاقس في 2006
كان جيل مكون من مجموعة محترمة وكبيرة جدا من اللاعبين العظام في تاريخ النادي الأهلي. خلاص؟ المباراة الأولى دي المباراة الثانية، ثانية واحدة يا دكروري. المباراة الأولى كانت انتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين 1-1 في القاهرة. خرجت علينا الصحف المصرية في ذلك الوقت وشككت في أن النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في تونس، ولكن بدعم ومساندة جمهور. أنا بحكي لحضراتكم حاجة حصلت معايا أنا شخصيا، مش بحكي لحضراتكم حد حكى عن حد حكى، لا، معايا أنا إسلام، أنا كنت موجود، أتشرف طبعا بالتواجد. بمساندة ودعم جمهور النادي الأهلي فقط لا غير، مش بمساندة دعم أي حد تاني، مساندة ودعم جمهور النادي الأهلي في 2006، إحنا كلاعبين أمنا بنفسنا. بعد نهاية المباراة دخلنا وكان فريق الصفاقس بيحتفل في أوضته بالفوز، دخل عليهم مانويل جوزيه وقعد يزعق، وكان في أربع لاعبين دخلوا أوضة النادي الأهلي، أربع لاعبين كنت أتشرف بأن أنا واحد منهم، وثلاث لاعبين آخرين، أبو تريكة وجمعة وشادي أو بركات على ما أتذكر. اتكلمنا في انه هنروح نكسبهم هناك، واحنا بنسمع احتفالات جمهور او لعيبه الصفاقسي في ملعب في الاوضه بتاعتهم، الاوضه اللي هي في وشنا على طول، فكانوا بيحتفلوا ان النادي الاهلي تعادلنا معاه 1-1 ولكن احنا كسبنا البطوله. الصفاقسي كان ينظر للنادي الاهلي او يعني بينظر للبطوله في هذا الوقت بهذا الشكل، ان هو خد البطوله خلاص، ولكن بإيمان هؤلاء اللاعبين بمساندة ودعم جمهور النادي الأهلي رحنا وكسبنا، وأدينا نصف ساعة أخيرة من أعظم ما يمكن لأمام حضراتكم، وربنا ما ضيعش مجهود كل اللاعبين، وكان مجلس إدارة برئاسة الله يديله الصحة كابتن حسن حمدي، كان طبعا الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي، فربنا ما بيضيعش مجهود حد. هذا الجيل يستحق مننا المساندة والدعم في آخر الانهزامية من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، اللي أنا بسمعها من المباراة لغاية النهاردة لن يكون لها وجود في هذا البرنامج. أنا لن أتكلم إلا في شيء واحد، كيف يفوز النادي إن شاء الله بعد إذن ربنا، كيف يفوز النادي الأهلي في المباراة القادمة، وكيف نرى هذه الفرحة مرة أخرى إن شاء الله يوم 11 في استاد محمد الخامس. هو ده اللي أنا هفكر فيه، وهو ده اللي أنا حاسس عليه. بالمناسبة أنا هجتهد، مش أنا يعني البرنامج، يعني كلنا هنجتهد خلال الفترة اللي جاية علشان النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في هذه المباراة. كلنا هنجتهد علشان نقف في ظهر نادينا، هو ده اللي هنقدر نعمله، وعلى اللاعبين ان هم يموتوا نفسهم ويجتهدوا في الملعب. النتيجه دي بالمناسبه انا ما اعرفهاش، حضرتك ما تعرفهاش، جمهور المغرب الشقيق ما يعرفهاش، اللي يعرفها ربنا فقط. يحصل زي ما يحصل، ولكن ثقتي كبيره جدا جدا في مجموعه اللاعبين. هات لي الجيل اللي موجود دلوقتي يا دكرو لو سمحت. ثقتي كبيره جدا جدا في مجموعه اللاعبين. ثقتي كبيره جدا في هاني وفي ياسر وفي شناوي وفي شوبير وفي مروان وفي مجدي قفشه وفي كهربا وفي شريف وفي بيرسي تاو وفي احمد عبد القادر وفي طاهر وفي كل اللاعبين. لو في حد نسيته، وفي محمد عبد المنعم وعلي معلول وكل اللاعبين اللي امام حضراتكم، وحسين الشحات طبعا وحمدي فتحي واليو ديانج. ثقتي كبيره جدا جدا في هؤلاء اللاعبين. هنفضل في ظهركم، وانا بوجه لكم رساله، هنفضل في ظهركم وهنساندكم وهندعمكم لانكم تستحقوا هذا الدعم والمسانده. وبالعكس أنا هؤلاء اللاعبين أنا بشكرهم على الفترة اللي فاتت، بشكرهم على أدائهم الرائع في أولى المباريات،
وكلنا في ظهر علي معلول، وكلنا هنفضل واقفين مع علي معلول، لان علي معلول ياما عمل وياما هيعمل، ياما عمل شيء اشياء ايجابيه كثيره جدا. فعمرنا ما هنتكلم على لعيب كويس ولا لعيب وحش ابدا، لان كره القدم هؤلاء المجموعه. ازاي هنكسب؟ كولر واداؤه في المباراه ان شاء الله في المباراه النهائيه تبقى الاداء افضل كمان وكمان من اللي فانا بقى انا شخصيا، ومحدش يقول لي بقى بتطبل وبتعمل والكلام اللي بيتقال ده. انا بقى احيي هؤلاء اللاعبين، بقول لهم شكرا على اللي انتم بتعملوه، ننتظر منكم المزيد يوم 11. شكرا على الرجوله اللي بتلعبوا فيها، شكرا على الحماس، شكرا على حبكم للنادي الاهلي، شكرا على رغبتكم في اسعاد جمهور النادي الاهلي. شفتوا علي معلول وهو واقف باصص في الارض ازاي؟ حضراتكم شفتوا هذه اللقطه؟ انا شخصيا مش مع ان انا ابرز هذه اللقطه، ولكن انا بوري حضراتكم ان انتوا عندكم مجموعه محترمه من اللاعبين عفوا تستحق مننا المسانده والاحترام وكل شيء. اوعى يبقى فيه انهزاميه، ولكن مش معنى اللي انا بقوله ده ان انا رايح اكسب. انا رايح اكسب، عايز اكسب طبعا، ولكن الله اعلم النتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعتي. انا هجتهد، هموت نفسي عشان اكسب هذه البطوله، قادر بمجموعه اللاعبين دي اللي احنا شايفينهم، كنا شايفينهم دلوقتي، لا اقدر اكسب اي حد. هم دول اقدر اكسب اي حد، اكسب سان داونز، اكسب وداد، اكسب اي حد. من بعد مباراه الهزيمه من سان داونز كنت واقف مع حضراتكم في هذا المكان وفي هذا البرنامج، قلت لكم احنا ما ينفعش ان احنا السفينه تبقى في وسط البحر ونغرقها. ولولا مسانده ودعم جمهور النادي الاهلي في هذا الوقت او في هذا التوقيت لم نكن لنصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونكون الأفضل في كل شيء. مش كلام إسلام ولا كلام حد أهلاوي، لا، ده كلام كل النقاد الرياضيين المحترمين، كلام كل المحللين الرياضيين المحترمين سواء أهلاوية أو غير أهلاوية، أن النادي الأهلي أدى واحدة من أفضل المباريات اللي بيأديها خلال الفترة الأخيرة. شخصية النادي الأهلي ظهرت على اللاعبين، شخصية النادي الأهلي ظهرت على الجهاز الفني، قد إيه مستر كولر مدرب يستطيع قيادة النادي الأهلي للتتويج بكل البطولات اللي عايز يخش فيها. أنا رايح أقابل الوداد في ملعبه وسط 50-60 ألف متفرج. افتكروا نسبة الشوط الأول كانت عاملة كام؟ 70-30 تقريباً أو أكتر شوية، 72-28. هذا هو النادي الأهلي، هؤلاء هم لاعبوا النادي الأهلي. عشان كده بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيحاول أن يصدر نغمة الإحباط. الوداد لو جاب جون خلاص خد البطولة، لا، خلي بال حضرتك بقى، خلي بالكم الكلام اللي أنا اللي هقوله. الوداد ممكن يبقى كسبان النادي الأهلي 2-0 لغاية الدقيقة 90، واللي بيلعب كهربا شريف ممكن بلاش اللي بيلعب، اي حد يشوط شوطه من الجنب تيجي في واحد وتخش جون نلعب، يبقى احنا لسه مكملين في هذه البطوله. فلا، نادي الاهلي لو دخل فيه جون مش معنى كده ان انا عايز اشوف، لا، انا برد على الناس اللي بتقول هذا الكلام. كره القدم فيها كل شيء، فيها كل شيء. مين كان يقول ان الوداد هيجيب فينا جون بعد المنظر اللي احنا شفناه؟ وبعدين اللي انا بقوله لحضراتكم ده مش في الجيل ده ولا اللي قبله، ده اجيال 1907 وحتى الان ده اللي بيحصل دائما. هكمل كلامي مع حضراتكم في هذا الامر، ولكن خليني اروح للنجم الكبير كابتن احمد كشري، اعرف برضو رايه في كل هذه الامور. يا كشري، ازيك يا حبيبي؟ حبيبك كابتن اسلام، تحياتي ليك والبقاء لله. بقاء ودام لله حبيبي، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه حبيبي. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا كشري. كشري، مباراه النادي الاهلي ومباراه الوداد، اولا يعني اعرف رؤيتك التحليليه للمباراه الاولى.
بص يا كابتن اسلام، النادي الاهلي قدم مباراه صراحه مباراه هايله جدا، وعمل خلق فرص كتيره قوي، وكان اداء النادي الاهلي كان جيد جدا في المباراه، وقدر ان هو يعني يستحوذ على الكوره طول اطول وقت ممكن. وانا شايف ان المباراه النهائيه، ممكن انت كنت بتتكلم من شويه، انا يمكن الكلام ده كان في مداخله، احد المداخله ليا في بعض القنوات، قلت لهم ان النهائي مش المباراه الاولى بس، وارد مظبوط. ان انت ما تعملش نتيجه يعني تعجبنا او تقنعنا وتروح هناك تخلص، زي ما حصل قبل كده اعتقد في 82 لما الاهلي كسب كوتوكو، تعادل هنا وراح تعادل ايجابيا هناك، ايوه وماتش الصفاقس وتقريبا انت كنت بتلعب المباراه ايوه تعادل هنا وكسبنا هناك. ده احساس ان المباراه ان شاء الله باذن الله هتكون من نصيبنا هناك، لان الاهلي يملك فرصتين يا اسلام. الاهلي عنده فرصه ان هو يتعادل او يفوز، لكن فريق الوداد عنده فرصه واحده بس ان هو لازم يفوز. فبالتالي الفرص، انا شايف الفرص مستويه، النادي الاهلي عنده من الخبرات ومن اللعيبه اللي بتهدف، اللي تقدر تسجل للنادي الاهلي في اي وقت. عندك لعيبه متميزين جدا في الخط الامامي، عندك برساو، كهربا، عندك حسين الشحات، عندك عبد القادر، شريف، كلهم لعيبه هدافين، بجانب الكور الثابته اللي بيتميز بيها حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. فبالتالي انا مش شايف يعني النتيجه كنا نمني النفس انها تكون افضل من كده، لكن خلي بالك ده نهائي 50-50 في المباراتين. برافو عليك. وانت هتروح هناك هو هيبقى برضه مضغوط ومستعجل، والنادي الاهلي عنده خبرات، واحنا لعبنا فريق الرضا هنا وعرفنا ان احنا هناك نعمل نتيجه كويسه، وكنا راكبين الجيم برضه يعني. فانا متوقع باذن الله ان شاء الله هنسجل عندهم هناك، وباذن الله هنرجع بالكاس، لان عندك لعيبه نوعيه محترمه، نوعيه لعيبه خبراتها كويسه، ومعك مدرب محترم ثبت الفرقه وبقى ليه شكل، الفريق ليه شكل. ممكن يكون في بعض الحاجات كنا بنمني، ولكن دي كره القدم يعني. الراجل كان الجيم ماشي معاه كويس جدا وما كانش فيه خطوره، ولكن انت بتلاعب فريق برضو يعني فريق متمرس، والسنه اللي فاتت كان لعب معاك النهائي، فكان لازم يجازف في وقت من الاوقات. لكن انا شايف النادي الاهلي ان شاء الله فرصه باذن الله كبيره، اللعيبه بس المطلوب ان اللعيبه ان هي تهدى، لعبت قدام جماهير كتيره، ما تنجربش ورا الاحداث اللي بتحصل في المباراه، الامور المدرب يقسم المباراه، وانا شايف ان مستر كره حافظ لعبته وان شاء الله هيعمل كده، وهنخرج بالمباراه ان شاء الله باذن الله كسبانين، وهنرجع بالكاس، ولعله خير ربنا مأجل لنا فرحه كبيره، عشان يا تبقى رب. فرحه يعني فرحه اكبر من انت كان ممكن تخلص الجيم في القاهره هنا وتروح هناك يعني الدنيا مرتاحه، ما كانتش هتبقى فرحه كبيره، لكن احيانا ربنا بيأجل الفرحه عشان تبقى فرحه كبيره لكل مصر والاهلاويه. كشري، اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق الوداد، يعني انا وجهه نظري ان فريق الوداد عنده نقاط ضعف واضحه ونقاط قوه واضحه جدا جدا. بص يا كابتن اسلام، فريق الوداد من الفرق اللي هي بتتميز بالكور يعني الكور الثابته والكور العرضيه، هي دي اميز حاجه عندهم. عندهم بيلعبوا على المهاجم طبعا بتاعهم يعني بيسندوا عليه كتير، ودي لازم، وده اللي حصل في الماتش الاولاني، بيعملوا عرضيات كتيره، لازم مستر كوره لازم يقفل الجناب ليهم، ما يخليهمش يرفعوا من مسافات قريبه. لو انت قفلت الجناب بتاعت الجنبين بتوع النادي الاهلي على فريق الوداد، هيبقى صعب اختراقهم، لان هم ما بيخترقوش من العمق، هم كل كورهم عرضيه، كور ثابته وكور عرضيه. ودي اكيد الراجل حافظ ومعاه فريق تحليل، وهيشوفوا اللعيبه هتشوف الكلام ده في الفيديو. فلو النادي الاهلي لعب بالطريقه بتاعته اللي هي 4-3-3 مع قفل الجنبين، مع محمد هاني مثلا ومعاه بيميل عليه حمدي فتحي، والناحيه الثانيه مروان عطيه او اليو ديانج ومروان عطيه، هيبقى الامور ان شاء الله هتبقى كويسه. انا شايف ان كمان فريق الوداد فريق محترم، فريق كويس، لكن فنيا مش اعلى من النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده حلول اكتر من فريق الوداد، عنده حلول فرديه، عنده حلول في المهاجمين اكتر من لاعب بيسجل. هم خطورتهم ان الكره تبقى في ال 18، فلازم المدافعين يتمركزوا كويس جدا، يبقى في تمركز كويس من علي معلول، لان الماتش اللي فات
بعض الحاجات علي كان بيعتمد على ان الكوره هيطلعها عبد المنعم قدام ابراهيم، في كوره كانت خطر اللي شالها شوبير، فبالتالي التمركز الجيد من الدفاع والكثافه العدديه عمق 18 هيسهل ماموريه النادي الاهلي على فريق الوداد، بجانب ان انت عندك السرعات في الجانب الهجومي، عندك بيرتا وعندك حسين الشحات، عندك كهربا، تقدر تخترقهم وتقدر توصل. هم نقطه ضعفهم الرئيسيه خط الظهر وحارس المرمى. خط الظهر عشان كده كانوا مقربين، عشان كده كانوا مقربين جدا في المباراه الاولى، كانوا يعني خط الدفاع كان قريب جدا من حارس يعني المرمى، من حارس المرمى، وايضا كان وسط الوسط كان قريب من خط الدفاع، حتى المهاجم بتاعهم ما شفناهوش غير مع نص الشوط الثاني مثلا، يعني الكره اللي هي الكره الطوليه، في الكره الحاجات اللي انت بتقول عليها دي، اللي هو دي طريقه الكابتن، يعني مش قصدي، لكن كابتن طارق العشري لما يعني كان في حرس الحدود على فيرويد ويسند لو تفتكر كان احمد عبد الغني بيلعب راس حربه، كانت بتتلعب له كره طويله ينزلها يا اما لعبد السلام نجاح او لاحمد عيد، واحد من الاثنين هم اللي كانوا بيجيبوا الاجوال، ودي الكره اللي شالها مصطفى شوبير. بالظبط، انت يعني يا كابتن اسلام طبعا ما عندك من الخبرات الكبيره وقريت الجيم، هم فعلا بيلعبوا على الفيرويد الكره الطوليه عليه عشان يلعبوا على السكند بول الكره الثانيه. نعم. اللي هو يسند عليهم، دي الكوره الطوليه اللي بتيجي من نص ملعبهم او من بدايه نص الملعب. ايوه. لكن لما بيوصلوا للعرض بيكملوا عندهم تكمله من الجنبين وتكمله من ديفندر، فبيبقى عندهم كثافه عدديه جوه. احنا شفنا المباراه الاولى يعني الهدف اللي جه فينا بعض، يعني هنقول ايه؟ يعني لازم تركيز اللعيب يبقى عالي ان دي مباراه نهائيه. لازم كان الديفندرات كان حمدي فتحي يرد في المكان ده اللي دخل فيه الجول، مع طبعا بدايه الهجمه هنقول محمد عبد المنعم عمل واحده بس في الاخر، هي الكره اتقطعت في نص ملعبه رجعت لعلي معلول، كان يقدر التشتيت يبقى افضل، ولكن كره القدم بيحصل فيها حاجات غير متوقعه، يعني ممكن تبقى انت عامل جيم كبير ومش حالتك او مش موفق في صحيح الحاجة. صحيح لعيبه في اليوم ده انا واثق اللعيبه هتبقى مركزه جدا، والنادي الاهلي لما بيدافع كويس وعندك كمان لعيبه تطلع عليهم مش موجوده في فريق الوداد، عندك حسين الشحات، انا شايف حسين الشحات من اهم اللعيبه في النادي الاهلي اللي بيقف على الكوره في الست الهجوم الاخير، والكلام ده انا كنت بقوله على حسين والناس كانت بتهاجمه، كنت بقول افضل واهم لاعب مؤثر في النادي الاهلي هو حسين الشحات. النهارده حسين الشحات بان يعني الناس خدت بالها بقى ان حسين الشحات وجوده في الملعب مؤثر جدا، لعيب عنده خبرات من نوعيه اللعيبه اللي هي زي وليد صلاح الدين اللي بيعرف يقف ال 18 وبيسال على الكوره، ودي مش موجوده في لعيبه كتير في مصر. مع بيرستاو اللي فايق جدا، مع كهربا او شريف اللي هم عندهم سرعات ودايما متواجدين وبيشاركوا في كل كره، فانا شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الناس تتفائل خير، انا متفائل خير، النادي الاهلي باذن الله هنكسب هناك ان شاء الله وهنخرج بنتيجه ايجابيه وهنجيب الكاس، بس الناس تهدى، الجمهور زي جمهور الاهلي معودنا في ظهر اللعيبه. ايوه نتفائل. ايوه نهدى على اللعيبه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يا اسلام هنرجع فرحانين وهرجع بالكاس وهيبقى نصر الدين النادي الاهلي، لان الاهلي يستحق، لان ده النهائي الفير اللي هو انت لعبت مباراتين على ملعبك عكس الموسم اللي فات اللي حصل فيه، فان شاء الله النادي الاهلي قادر ولعبته قادره، بس نتمنى الهدوء والاعلام والجماهير ما تضغطش اللعيبه وما تخافش اللعيبه، احنا جمهور اكبر جمهور في الوطن العربي واكبر نادي في العالم، عايزين عندنا ثقه في لعيبتنا وان شاء الله اللعيبه كلنا ثقه وكلنا دعم ليهم، وباذن الله هنرجع بالكاس يا اسلام ان شاء الله، يا رب انك إن عندك الله. مفاتيح كتيره في النادي الاهلي، وقت الجد بيظهر بعد اللعيب النادي الاهلي، واذكرك بمباريات كتيره قلت لك، مباراه افريقيا ومباراه الهلال السعودي اللي كان كل الدنيا بتقول الهلال السعودي هيكسبنا، كسبنا 4-0، فانت عندك فريق قادر على انه يجيب لك بطولات، وان شاء الله الجيل ده هيفرح مصر كلها. أنا بشكرك جدا يا كابتن أحمد على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن أحمد كشري، الحقيقة وكلام مهم جدا، خلي بال حضراتكم كشري من يعني وجهة نظري طبعا واحد من الناس اللي بتعرف تحلل، أو من أهم الناس اللي بتعرف تحلل كويس جدا جدا، وكمدير فني له رؤية في الملعب، عشان كده أنا بحب أسمع كلام كشري، لأنه زي ما قلت لحضراتكم في النهاية هذه المباراة سوف تلعب على الأخطاء البسيطة، مباراة يوم 11 سوف تلعب على الأخطاء البسيطة، ممكن جدا أوفر أو يعني كرة ثابتة تجيبها جون، أو لا قدر الله ممكن تخش في جون، كرة القدم فيها كل شيء، وهو ده دايما اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم، إنه ليش دعوة بالنتيجة
انا رايح اكسب جوايا ال 11 اللي هتبدا هذه المباراه اللي هيبداوا هذه المباراه انا رايح اكسب. النتيجه سيبك منها دلوقتي، لما تروح ربنا على حسب اجتهادك هيديلك. رايح اكسب، اموت نفسي، اتعب، وخلاص الباقي بتاع ربنا. اعرف ان انا ورايا 80 مليون مشجع، 90 مليون دلوقتي مشجع اهلاوي. ما هو اللي بيتولد، لو بيتولد 100 واحد منهم 90 اهلاوي او 80 اهلاوي. هتقول لي عرفتها ازاي؟ شوفوا في اي حته، في اي برنامج، في اي مكان حضراتكم فيه. يعني انا بلاش هنا داخل قناه النادي الاهلي، لو رحت اي حته تانية وطلعت بره في اي بنزينه مثلا ووقفت كده، ففي 20 واحد قدامك، لو سالتهم كم واحد اهلاوي على الاقل 17 18 واحد هيرفعوا، بلاش 18، 16 17 واحد هيرفعوا ايديهم وهيغنوا لك كل الاغاني اللي حضراتكم بتحبوها كاهلاويه. فلا ابالغ ان انا كلاعب لما ابقى عارف ان انا ورايا 80 90 مليون اهلاوي مستنيين الفرحه. هو الجمهور يعني، وده كلامي هيبقى للاعبين. لما كلمت الحقيقه معظمهم كلمني عشان يعزيني، يعني قلت لهم الناس مستنياكم تكسبوا هذه. احنا لما هنفرح، هنفرح ازاي؟ هنفرح ليه؟ هنفرح عشان الاهلي كسب، او عايزين نفرح عشان الاهلي يكسب. لما الاهلي بيكسب مصر او معظم مصر بتفرح، ده اللي اقدر اقوله. ننتظر منكم كل حاجه، اجتهاد، تموت نفسك ان شاء الله يوم 11 والباقي بتاع ربنا، مش بتاعي ولا بتاعك ولا بتاع اي حد، ولا بتاع ال 60 70 الف متفرج اللي هيبقوا قاعدين بيشجعوا الوداد، ولا بتاع الحكم بملكه سامبا. ماليش علاقه بالكلام ده خالص. وخلي بال حضراتكم، انا ليه السنه دي بالنسبه لي الموضوع، السنه اللي فاتت بعيدا عن ان هي مباراه والسنه دي مباراتين، السنه اللي فاتت احنا اتخذنا لامور، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا ما نتخذش مثل هذه الامور، ولكن السنه اللي فاتت احنا اتخذنا لامور مش عارف مين هيعمل ايه ومين هيسافر ازاي ومين دلوقتي اللعيبه ملهاش علاقه باي حاجه غير ان هي تركز في الملعب فقط لا غير. مكوش دعوه باي حاجه، مفيش حاجه بره، احنا كلنا واقفين في ظهركم، عاملين لكم سور حواليكم كده علشان ندافع عن اي حاجه بتتقال عليكم. لأن هذا الجيل من اللاعبين جيل محترم يستحق كل التحية وكل التقدير. إن شاء الله ربنا هيكرمكم، وإن شاء الله ربنا هينصركم، والنتيجة اللي ربنا عايزها هتكون مهما كان 60 70 ألف، مهما كان بملكة سيمبا أو غيره، ولكن النتيجة اللي ربنا عايزها على حسب اجتهادك أنت هتكون إن شاء الله. إحنا فريق قوي، فريق واقف على رجله، يستطيع أن يهزم أي فريق في إفريقيا. فربنا يكرمنا ان شاء الله، وهو ده اللي انا هشتغل عليه مع حضراتكم خلال الفتره اللي جايه. المسانده المسانده المسانده، الدعم الدعم الدعم، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه خلال الفتره اللي جايه. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير. ان شاء الله ربنا قادر ان هو يرجعنا بهذه البطوله، والمارد الاحمر قادر على العوده بالاميره السمراء. الحقيقة أنا من الناس اللي بتحب مصطفى شوبير جدا، لأني بحب كابتن شوبير جدا، خلي بال حضراتكم والكل يعلم هذه العلاقة. فالفترة اللي فاتت مصطفى شوبير، أنا بشوف إن مصطفى من وهو صغير لغاية لما كبر يمكن عدى عليا وشفته كتير، فأنا بشوفه من الحراس المرمى المتميزين، ولكن دايما كانت في نغمة أبناء العاملين، كان يتقال كده أبناء العاملين. ايه رأي حضراتكم في هذه النغمة دلوقتي؟ الكلام ده احنا بنقوله من زمان بيننا وبين بعض، لكن ما بنطلعش نقوله على الشاشة. ليه ما بطلعش نقوله على الشاشة؟ يقولك يعني ما هو برضو الناس تقول ان انت بتطبل لكابتن شوبير مثلا، على الرغم من ما هو في حد بيطبل او بيبقى بيعرض نفسه لانتقاد مثلا يعني عشان خاطر حد؟ طبعا لا، لكن مصطفى شوبير استحق تحية 100 ألف متفرج من أو 100 ألف مشجع أهلاوي يوم المباراة. مصطفى شوبير شال كورة هي اللي غيرت نتيجة المباراة،
انا ليه بتكلم على مصطفى؟ لانه مصطفى يستحق ان احنا نتكلم عنه، يستحق ان احنا نقول، لانه انا عارف الفتره اللي فاتت مصطفى كان بيقاسي ازاي لضغوط معينه او عليه ضغوط معينه بسبب ان والده اسمه احمد شوبير، نجم كبير كان موجود في النادي الاهلي. ولكن مصطفى يستحق كل التحيه، يستحق كل التقدير. خلانا نبقى مبسوطين وسعداء بالشكل اللي احنا، لما كنت بسمع كابتن احمد ناجي، ولما كنت بسمع كابتن طارق سليمان، ولما كنت بسمع كل المديرين الفنيين او مدربي حراس المرمى اللي كانوا موجودين وبيتكلموا، يقولوا احنا عندنا الشناوي كويس، وعندنا مصطفى شوبير كويس، وعندنا علي لطفي كويس، كنت ببقى متاكد من هذا الكلام، ومتاكد زي ما قلت لحضراتكم ان مفيش حد هيطلع يطبل او يعني يعرض نفسه للانتقاد عشان خاطر حد. فكنت متاكد من الكلام اللي بيتقال. الكلام ده بيثبت يوم بعد يوم، بيثبت ان احنا عندنا حراسه المرمى الحمد لله بكل خير. وانا اتذكر في هذا المكان اللي حضراتكم شايفينه دايما بنعمله هنا، كان الكابتن احمد ناجي قاعد على الكنبه دي وانا قاعد على الكرسي ده، وسالته وقال لي يا اسلام، لما كان الشناوي في أسوأ حالاته، خلي بال حضراتكم، قال لي الشناوي جون مصر الاول، مصطفى شوبير جون مصر الاول، علي لطفي جون مصر الاول، هنا اهو على الكرسي ده. فانا الحقيقه النهارده لازم اشكر كل اللي خلى مصطفى يبقى متواجد وبهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه. دي مباراه في الدوري، لان الثانيه ما لناش حقوق، اخر مباراه في الدوري. فالحقيقه مصطفى يستحق كل التحيه ويستحق كل التقدير، ولكن اللي جاي اصعب يا درش، اللي جاي اصعب. هتغلط هنقول ان انت غلطت، هتغلط هنقول ان انت غلطت، فلازم تمشي على يعني لازم تمشي كويس خلال الفتره اللي جايه زي ما انت، لان هذا هو اداء حراس مرمى النادي الاهلي. علي لطفي لما بيلعب قلنا له نفس الكلام وطلعنا بيه السما لانه يستحق. الشناوي طلعنا بيه السما، ولما بيبقى وحش بنقول ان هو بيبقى وحش، ولكن ثقتنا في الثلاث حراس مرمى بتوعنا بقت قد كده، بقت كبيره جدا. هي مزاج، هي طول عمرها كده، وكل يوم بتكبر يوم عن التاني. انا بس حبيت ادي لمصطفى حقه، لانه ظلم كثيرا بسبب انه اسمه مصطفى شوبير. بس يعني لو كان اسمه مصطفى اي مصطفى اي حاجه تانية غير شوبير، ما كانش حد هيقول ابناء والكلام اللي حضراتكم دايما بتسمعوه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب قرر، رئيس النادي الاهلي قرر مرافقه بعثه الفريق الاول المقرر سفرها الى المغرب عصر الخميس المقبل لملاقات الوداد المغربي في مباراه الاياب للدور النهائي لدوري الابطال، والمحدد لها مساء الاحد المقبل. ياتي سفر الكابتن محمود الخطيب لدعم اللاعبين وجهازهم الفني والتاكيد على الثقه الكامله في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وإسعاد الجماهير الكبيرة والوفية. على الجانب الآخر، كابتن حسام غالي هو رئيسا لبعثة النادي الأهلي في المغرب، وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين مجلس إدارة النادي الأهلي بيقرر دائما من سيكون رئيس البعثة، وبالتالي قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب لملاقات فريق الوداد في نهائي أو في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال الإفريقي. كابتن حسام غالي حاليا بيعكف على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين. إن شاء الله يوم الخميس العصر البعثة تغادر على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمنا إن شاء الله، واللعيبة ترجع على أفضل ما يكون. قبل بس ما استقبل ضيوفنا، هناك البعض بيصطاد في المياه العكرة،
مرة تانية هتكلم في هذا الموضوع وبتكلم على الهوا اهو. ناس بتقول اشمعنى الاهلي بتأجل له والوداد ما بيتأجلوش ماتشات في المغرب يعني، وعاملين احصائيات تفتقد، هذه الاحصائيات تفتقد للمصداقية. وطبعا هما دول بعض من لا يشجع النادي الاهلي وعارفين مين، وعمالين يتداولوها او بيتم تداول هذه الاحصائيات على السوشيال ميديا. حسبه بسيطه جدا، الدوري المغربي بدا يوم 2 سبتمبر، انا هحسبها لحضرتك. ودايما انا متعود لما اجي اتكلم مع جمهوري النادي الاهلي اتكلم بالعقل وبالمنطق، بالعقل وبالمنطق. يبقى 2 سبتمبر 2022 بدا الدوري المغربي. الدوري المصري بدا بعد الدوري المغربي بقد ايه؟ 47 يوم، يعني 18 اكتوبر 2022. خلاص؟ ادي اول فرق. وبالتالي النادي الاهلي من بدايه المسابقات في مصر وعلى مستوى دوري الابطال لعب اجمالي 46 مباراه في قد ايه؟ المده الفعليه يعني 218 يوم. طيب خلينا ننظر للجانب الاخر، الوداد. الوداد لعب 44 مباراه في قد ايه؟ 234 يوم. يعني الاهلي مضغوط، مضغوط اكتر من الوداد. انا بكلم حضرتك بالارقام اهو. هو ليه الاهلي تاجل له ماتشات في الدوري؟ لان هناك لائحه وضعتها رابطه الانديه المصريه دون اي مجامله. يعني لو كان نادي الزمالك وصل لنهائي دوري الابطال، اعتقد من 2020 نادي الزمالك ما وصلش، او من قبل 2020، يعني من 4 سنين او من 3 سنين. فانا بفكرهم امتى؟ القاضيه. طيب فانا بفكر الناس عشان يمكن الناس تكون ناسيه، عشان بقالهم كتير يعني ما وصلوش للمباراه النهائيه. فانا بقول لهم يا جماعه نادي الزمالك لو وصل للمباراه النهائيه سوف يتم تاجيل مباريات نادي الزمالك دون اي مجامله، ولا يوم راحه زياده عن باقي اي فريق او اي نادي اخر، نادي الزمالك او نادي بيراميدز او. بس انا بتكلم ليش معنى نادي الزمالك؟ يعني لان نادي الزمالك هو اللي كان موجود مع النادي الاهلي في دوري الابطال في افريقيا. لو اتكلمنا الناحيه الثانيه على الكونفدراليه، بيراميدز او فيوتشر لو كانوا وصلوا للمباراه النهائيه اللي بقالهم كتير برضو ما وصلهاش، كان فيوتشر عمره ما وصل. بيراميدز اعتقد وصل مره واحده لما كان بيلعب مع نهضه بركان في المغرب برضو. فلو كانوا وصلوا كان سيتم تاجيل المباريات زيهم زي النادي الاهلي. طيب اللائحه دي محطوطه قبل بدايه الدوري وقبل اي حاجه، مش اسلام اللي حاططها. الرابطه ما تعرفش ان الاهلي هو اللي هيوصل المباراه النهائيه وان الزمالك مش هيوصل، او ان بيراميدز وفيوتشر هيطلعوا مش هيوصلوا. لا، هي محطوطه للي هيوصل للمباراه النهائيه. فاللي وصل للمباراه النهائيه مين كالعاده في اخر 5 سنين او اخر 6 سنين؟ النادي الاهلي. وبالتالي بتطبق عليه اللائحه. ادي الموضوع بمنتهى البساطه. هتيجي تقول لي ما انا مالي، ما الوداد يلعب كل يوم، انا مالي؟ دي حاجه في صالحي يعني، معلش يعني مع احترامي يعني اللي بيعمل الحاجات دي او اللي بيعملوا الحاجات دي، انا يعني ايه مش فاهم. ما يلعب انا مالي، ما يلعب كل يوم الوداد انا مالي؟ دي حاجه تخصه وتخص اتحاده. يعني وبعدين ياما قلنا يا جماعه من فضل حضراتكم خلينا نساند النادي الاهلي خلال هذه الفتره، الفتره دي بس لغايه يوم 11، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه واعمل ازماتك وعيش. والله الاهلي لو ربنا كرمنا وخد هذه البطوله، هذه البطوله سيقول لك الاهلي المصري، الاهلي المصري، مش هيقول الاهلي اليوناني مثلا او الاهلي السعودي مثلا، لا هو هيقول الاهلي المصري. وبالتالي نطالب كل الاعلاميين من فضل حضراتكم، انا طبعا انا لا املي اي حاجه على حد، كل واحد حر. وهناك يعني ناس بتساند النادي الاهلي ومعروفين مش اهلاويه حتى وبيساندوا النادي الاهلي، ولكن انا كل اللي اقصده ان يا جماعه خلينا الفتره دي نبقى حتى واقفين مع النادي الاهلي شويه.
هناك البعض بيحاول ان هو يسخن جمهور الوداد. بالمناسبة العلاقات ما بين النادي الأهلي ونادي الوداد علاقات كبيرة جدا جدا جدا، ومهما تعمل مهما تعمل ومهما تسخن ومهما تقول لن تصل لأي شيء، لأنه العلاقات المحترمة تظل محترمة، العلاقات ما بين الأندية الكبيرة تظل كبيرة. زي ما كنت بتشتمه في الترجي أو بتنتقد، هناك البعض بيحاول أن ينتقد في الترجي، ولكن عمرنا داخل قناة النادي الأهلي ما اتكلمنا على الترجي، لأن الترجي وأنا بقولها أهو الترجي ملوش علاقة بينا، واحد من أهم وأقوى الفرق في أفريقيا وسيظل. الوداد واحد من أفضل الفرق، عفوا، واحد من أفضل الفرق الإفريقية وسيظل. جمهور الوداد واحد من أفضل الجماهير اللي موجودة في على مستوى العالم العربي، وسيظل جمهور الوداد جمهور محترم. وجمهور الرجاء نفس الكلام، وجمهور الترجي علاقتنا كويسة بالجميع وستظل كويسة. من حقهم ان هم يموتوا نفسهم عشان يكسبوا، من حقهم. هي على فكرة الرياضة ده المعنى العام للرياضة او المعنى السامي للرياضة، ان احنا بنعمل كل حاجة عشان النادي الاهلي يكسب، وهم كجمهور الستين الف اللي هيبقوا موجودين هيضغطوا على النادي الاهلي وعلى الحكم بكل الطرق. بكرة هتكلم عن الحكم، فهيضغطوا على النادي الاهلي وعلى الحكم بكل الطرق عشان الوداد يكسب، من حقه. ولكن تظل دائما العلاقات المصرية المغربية على اعلى اعلى مستوى، وعلاقة النادي الاهلي مع نادي الوداد على اعلى اعلى مستوى. آخر حاجة بس كمان على مستوى اتحاد الكرة في نشاط كويس، يعني مثلا النهاردة وقعوا عقود رعاية لمنتخبات الناشئين، بس نتمنى إن شاء الله وأجهزة الأجهزة الفنية بيتم تشكيلها تفعلوا الرعايات دي، ونشوف مستوى مختلف عن اللي شفناه الحقيقة سواء في منتخب الشباب أو في منتخبات الناشئين الفترة القادمة. عموما يعني دي كانت اخبارنا النهارده. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجمين الكبيرين كابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ لا الاسلام اهلا بحضرتك. ايه كله تمام؟ ربنا يكرمك. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ ازيك يا سلام. ازيك حضراتكم؟ ايه كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. كابتن ماهر، هبدا مع حضرتك مباشره. اولا اعرف رايك في مباراه النادي الاهلي ونادي الوداد، المباراه الاولى طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المباراه الاولى يعني انا بشبهها انها بكرنفال افريقي بيكتب في التاريخ. بصراحه الكره العربيه الكره الافريقيه، وكنا بنتمنى طبعا يوصل نهائي فرقتين عرب. الحمد لله النادي الاهلي قدر يوصل بعد طبعا تفوقه على الترجي. الوداد قدر يوصل للنهائي بعد تفوقه على سان داونز. عايز اقول اسلام ان مباراه طبعا كانت مباراه تكتيكيه من اتنين مدربين. بصراحه راجل بلجيكي مدرب كويس. بصراحه اثبت ان هو مدرب كويس جدا. يعني انا كنت اتمنى جريده هو اللي يكمل معاهم، لكن راجل بلجيكي جالهم في وقت بصراحه حصل تغيير بشكل كبير جدا. وبيني وبينك برضه كون ان هو يتم اتخاذ قرار في هذا التوقيت تحديدا باقاله جريده، وان المدرب ده يجي برضه قرار جريء. قرار جريء وصعب، واكيد هم متاكدين ان الراجل ده فعلا عنده من الخبرات ومدرب محنك، وده اللي واضح. يعني احنا المباراه الاولى يمكن الوداد وسان داونز التعادل السلبي 0-0. صح. كل الناس قالت يا حشيش ان صعب جدا طبعا جدا ان في جنوب افريقيا الوداد يوصل. صحيح. وفوجئنا طريقه اللعب والسيستم والتنظيم اللي الراجل لعب بيه هناك، يعني كان على اعلى مستوى. احترم سان داونز بشكل كبير، قدر يجيب جوليل، ودي كانت يعني مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لنا بصراحة. والتغيير كمان في الفسيولوجي في النفسي بالنسبة لعيبة الوداد، من الحالة البدنية، من الحالة المهارية، من الحالة التكتيكية. أيوه. وهي دي ميزة المدرب اللي بيجي في أوقات صعبة بهذا الشكل ويبان بالجودة دي. أيوه. طيب كابتن، احنا بالنسبة لنا تعبنا جدا اسلام بصراحة. يعني كولر الموسم ده يعني اجتهد بشكل كبير جدا، وتعبنا لحد ما وصلنا للمرحله دي.
هو ولاعبتنا وجماهيرنا طبعا اللي كانت ورانا بشكل كبير. لكن عايز اقول مبروك للنادي الاهلي، نتيجه ايجابيه 2-1 بعد يمكن الناس قالت لعبت النادي الاهلي محبطه، جماهير النادي الاهلي محبطه. عايز اقول لا، احنا نادي القرن، 115 سنه انجازات وبطولات. وانا من خلالك يا اسلام ان شاء الله، ويمكن حشيش موجود ان شاء الله باذن الله، هنرجع باذن الله بالبطوله بالاميره السمراء ان شاء الله، ونضيفها لدولاب البطولات باذن الله. كابتن حشيش، قبل ما اعرف رايك انا برضه عايز حضرتك تقول لي لماذا ارى البعض او بعض الاراء من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، انا بقول اهو من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، رايحه في سكه الانهزاميه والاحباط وزي ما الكابتن ماهر بيتكلم. والله يا كابتن اسلام، ده على الرغم من انت يعني انت كسباء يعني، انا مش عارف وضع طبيعي من طبعا طبيعي هم يعني. الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي اتعودنا بقى في السنين اللي فاتت على الموضوع ده، وهو الحقيقه كان موضوع جديد علينا ان تبقى فرقه كبيره وبتمثل مصر، وتلاقي الناحيه الناس الثانيه بتتمنى الخساره وبتتمنى المكسب للفرقه الثانيه، وده بعض الناس كمان بتقولها علني يعني في بعض الفضائيات الناس بتقولها علني يعني. فطبعا احنا هننحي ده طبعا جانبا. انا بتكلم على المباراه، مباراه قويه للنادي الاهلي، جيده للنادي الاهلي، عامل نتيجه كويسه. عايز افهم بس الناس كلها ان المباريات النهائي دلوقتي ما بقتش زي زمان الفرقه بقى ونكسب 3-4 انت فاهم ازاي، عشان اروح هناك ابقى مريح ومش مريح. الكلام ده مش موجود خالص يعني. النادي الاهلي مكسب، والمكسب في حد ذاته ده بيزود المعنويات. انا بس انا اسف يا كابتن، وحضرتك بتتكلم كده، احنا لو لا قدر الله دخل فينا جولين ومغلوبين 2-0 وفي الدقيقه 90 بلس 1-2-3 جبنا جون 2-1 هنروح بقى الحاجة يعني هتكمل بالظبط، وبالتالي انت عندك فرصه واثنين وثلاثه وكتير. ده اللي احنا عايزين نقوله ان النادي الاهلي لا قدر الله يعني، بس ما حدش يقول ان انا بقول ان بتمهد لحاجه. لا. النادي الاهلي فرصه ان شاء الله اكبر من الوداد. انت عندك مكسب هناك ان شاء الله، عندك تعادل سلبي او ايجابي، ادي ثلاث فرص انت فاهم ازاي. عندك لا قدر الله خساره 2-1 زي ما انت بتقوله، تلعب يعني في فرص كثيره لسه موجوده. مظبوط، النادي الاهلي بطل وقادر ان هو يكسب هناك، مش بقى يتعادل ولا لا، ان شاء الله باذن الله يبقى في مكسب هناك. ويمكن ربنا عمل كده عشان برضو نتيجه 2-0 وانت رايح ممكن تدي نوع من الطمانينه لبعض اللعيبه موجودين او الجمهور، فيمكن النتيجه دي تدي حوافز اكتر للنادي الاهلي ان هو يبدا المباراه قويه جدا جدا ويلعب المكسب. وبعدين عجبني كولر في تصريح ليه مع اللعيبه، في اجتماعه مع اللعيبه، اعتبروا ان مباراه الفاينل دي من مباراه واحده هناك زي ما كان حصل قبل كده السنه اللي فاتت، مباراه واحده، ابدا مباراه انت 0-0 وان شاء الله بتلعب على المكسب. التكتيك اللي الفرقه لعبت بيه الوداد هنا مش هيحصل هناك، لان هو هيبقى متحفز من البدايه انه يهاجم، وبالتالي هيضغط، بالتالي هيبقى فيه بعض المساحات والثغرات اللي انت عندك لعيبه تقدر ان شاء الله تعوض لو ربنا كرم في البدايه وانت اللي جبت جون، يبقى لبت الوضع كانه 2-0 في مباراه القاهره. فانت عندك حاجات كتيره جدا جدا نتفائل بيها والناس تتفائل بيها ان شاء الله، ويبقى النادي الاهلي قادر باذن الله ان ياخد البطوله من هناك، ما خدهاش من هنا ياخدها ان شاء الله من هناك يعني. وعايز اقول حشيش يا اسلام ان كان في استمرارات قبل كده ممكن نستند عليها، برضه كسبنا هنا الرجاء لو نفتكر اسلام، وبعدين رحنا هناك حققنا نتيجه ايجابيه، الترجي نفس الكلام، حتى الوداد يعني احنا عملنا نتائج ايجابيه خلال الفترات اللي فاتت ديت بنفس النتيجه. ايوه، ورحنا هناك ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نعوض المكسب، او كان في مباراه فيها تعادل، مباراه كان فيها مكسب. واللقاءات اللي بالشكل ده اسلام، عايز اقول لك احنا عندنا ثقه في لعبتنا بشكل كبير ان احنا هناك باذن الله رب العالمين قادرين ان احنا نجيب جول. يعني الناس تقول لك لا مباراه صعبه، لا مش صعبه يا جماعه، مفيش حاجه صعبه يعني. وعندنا اللعيبه عندها من الخبرات وعندها ما شاء الله من الحنكه بلغه الكوره ان هم يقدروا هناك يفرحوا الملايين الأهلوية إن شاء الله بإذن الله. أنا هضيف حتة بس على الكابتن ماهر، حتى وإن كانت صعبة، هو مفيش حاجة سهلة دلوقتي. لا هو دايماً صعب، أصل خلي بالك المباراة يعني يا كابتن ماهر، ما هو مفيش حاجة، مفيش بطولة دلوقتي،
مع الفرق القويه دي واللي لها تاريخ ان تبقى حاجه سهله، ما لازم يبقى فيه صعب. لا هو والنادي وحضراتكم يعني احنا متعلمين منكم واللي قبلكم علموكم هذا الكلام، انه هي المباريات النهائيه 50-50 بالظبط كده ستظل. يعني انا احنا كنا كسبانين الترجي في تونس وقلت لهم هنا مباراه العوده في القاهره ها كانت انا قلت 60-40 على الرغم من هي مثلا لو لاي حد ممكن يقول لك 90-10 او 95-5 او 100 او 100%، لكن لا احنا كنا بنقول 60-40 ولكن دايما اللي احنا اتعلمناه ان مثل هذه المباريات اللي نتائجها قريبه 50 صح، وحتى لو نتائجها مش قريبه 50-50 في اي وضع لا يعني. لا انت بتلاعب فرق باسم الوداد الترجي ده نهائي افريقيا، ما الوداد برضو نفس القصه عدى بمراحل كبيره جدا طبعاً. جدا وبعدين يعني الموقف اللي النادي الاهلي فيه النهارده ده راجل رايح كسبان، تخيل انت بقى مثلا رايح مغلوب 1-0 كان الناس قالت ايه؟ كانت قالت خلاص الدنيا خلصت والقصه خلصت، مع ان برضو لا لان ماتش تاني صحيح. 90 دقيقه تانيه وممكن تجيب جون في اي لحظه زي ما هم جابوا في الدقيقه كامل الهدف 85 ولا 85. فهي كره علمتنا ان فيها احداث كتير ومعطيات كتير وتوقعات وحاجات، انما المباراه طبعا صعبه موجوده طبعا في على ارض الوداد بجمهور الكبير طبعاً. وعارفين طبعا الضغط اللي بيحصل وكل حاجه، بس ده مش جديد على النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيلعب تحت ضغط، هو في ضغط اكتر يا اسلام من اللي حصل مع النادي الاهلي في دوري المجموعات صحيح. والظروف اللي كانت صعبه ولازم تروح ولازم يعني هي البطوله صعبه ودي حلاوتها ان شاء الله لما يحصل مكسب وترجع ان شاء الله بالبطوله، هو دي حلاوه المكسب ان شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن ماهر، اختيار مملكه سيمبا وواحد من الحكام الكبار في او الاسماء الكبيره في افريقيا، لكن على الجانب الاخر يعني انا دايما بشوف انه الحكم اللي بيبقى اخر مباراه ليه ده يا اما عايز يعملها كويس قوي او لا يخلص عليها يعني خلاص ما حدش هيحاسب ما حدش هيحاسبني فكيف ترى احنا مش محظوظين اسلام يا حجيش والله يعني حتى التحكيم اللي كان هنا الراجل الليبي كمان اسلام بصراحه تعبنا جدا جدا جدا، قراراته كلها كانت عشوائيه وشخصيته كمان كانت ضعيفه، يمكن الفرقتين اتهجموا عليه في مواقف كثيره جدا. فانا عايز يعني بسال سؤال يعني لما مباراه نهائيه بين يعني قطبين بهذا الشكل الوداد بجماهيريته وشعبيته وتاريخه والنادي الاهلي لازم لها برضك يا اسلام حكم يكون حكم هو جاب لك اهو بملكه سيمبا عنده ما هو ده كمان يعني يعني حضرتك عايز اهو حكم مش عارف ده كمان غريب الشكل يعني ده لا الغريب في الموضوع ان انت تبقى اخر مباراه ليه بصراحه بالظبط طبعا يعني اخر مباراه دي اما هتبقى انت عايز تعملها افضل حاجه في الدنيا او وده في حد ذاته هيعمل عبء على الحكم نفسه مش فاهم هيبقى ضغط على الحكم ان انت بتتكلم على نهائي افريقيا في تكريم ليه كمان اصل هو مش سمعت ان في تكريم في الكاف يعني كمنصب او يعني من الوداد هيكرمه بمكان ومنصب في الكاف يعني فدي برضك من ضمن الحاجات اللي تقلق لا يبقى تكريم يعني من الكاف هو المشكله يعني. كمان ان انت الحاجات اللي زي دي والنهائيات مفيش حاجه اسمها كرم حكم اديله النهائي عشان اخر ماتش ليه، لا انا بشوف الاحق من خلال البطوله كلها ومين اللي ادى بشكل كويس، لان ممكن يكون حكم قديم وعنده خبرات بس اخر مباريات ما عندوش مستوى كويس في 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 الاداء نتيجه لظروف معينه، فانت مفيش حاجه اسمها اصل انا بقى بكرمه عشان لان هيعمل هيتعمل عليه ضغط، الواحد لما بيحس ان هو لازم يعمل ماتش كويس قوي ممكن تفلت منه في حاجات كتيره. فنتمنى طبعا يعني انا بتهيألي يعني مش هيجي اسوأ طبعا احنا محتاجين من الحكم يعني احنا بنتمنى الفير بلاي في المباراه دي ولا عايزه يجي معايا ولا يعني عايزه يجي علي هو يعني لو راجل عادل اديني حقي بس يلعب المباراه دي تكريما ليه تفضل في التاريخ اسمه ان هو خرج بالمباراه الى بر الامان ما تعاطفش مع حد على حساب حد ما حسبش حاجه ضد وبعدين يا كابتن ماهر يعني يعني الحكم اللي هو اللي فات بتاع المباراه اللي فاتت دي يعني هل هو ده من احسن حكام افريقيا عشان تديله نهائي ماتش الاولاني في نهائي ما اعتقدش، فانا ما اعرفش الاختيارات بتيجي على اساس ايه يعني على اساس ايه انت بتختار حكم لنهائي كبير، لان دلوقتي النهائيات مترتب عليها بطوله ومترتب عليها كاس عالم الانديه ومترتب عليها فلوس كتيره جدا جدا بالنسبه للانديه اللي صرفت مبالغ كبيره جدا صحيح. عشان توصل لحاجه زي دي، فانت تجيب حكم مهزوز او ضعيف
ممكن يغير الدنيا خالص، ممكن في اي لحظه صحيح. تحس ان انت تعبك ده كله. لا وخلي بال حضرتك انت المباراه دي فوزك بالبطوله هو دي كاس عالم انديه، هيلعبك السوبر الافريقي ان شاء الله. اللي هيكسب يعني هذه المباراه صحيح. او البطوله دي هيعمل كده، فانت دي مترتب عليها حاجات كتير قوي. نعم مترتب عليها حاجات كتيره. لا وعوائد اقتصاديه وماديه زي ما حضرتك بتقول. والمشوار كمان اسلام اللي انت اللي حضرتك قال على المشوار التعب. طيب خلينا بس وحضراتكم معانا برضو نروح لاحد النجوم الكبار في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن عماد النحاس. ازيك كابتن عماد؟ يا كابتن اسلام ازيك يا عمد حبيبي؟ الله يكرمك كابتن اسلام، طبعا مسا عليك وسلم عليك وعلى طبعا كابتن المصري كابتن يا عماد. السلام عليكم يا عماد. منورين والله يا عمده. ايه حكايه المساكين النهارده؟ اه ما هو النهارده يعني كلنا بنتعلم المساكين. النادي الاهلي اجيال بتسلم بعض. محتاج مساكين يا عماد، محتاج الثلاثه دول. ها انا وانت وحشيش واسلام كمان كبكراي. نلعب بكره عايزين نلعب 3-5-2 ولا ايه؟ عندنا سيد معوض يا محمود يلعب ناحيه الشمال يعني يبقى معانا كابتن عماد وكابتن مال وكابتن حشيش، عماد يلعب ورا. ايوه نرجع نلعب 3-5-2 زي زمان. ازيك يا عمده؟ ازيك يا حبيبي؟ حبيبي ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ خير يا كابتن والله الحمد لله. حبيبي عماد برضو عايز اعرف رايك، انت واحد من الناس اللي لعبت مباريات كثيره جدا في مثل هذه المباريات النهائيه. اولا عايز اخد رايك في مملكه سيمبا كحكم للنهائي. انا اتذكر عبد الرحيم العرجون في مباراه النجم الساحلي، طبعا انت فاكر هذه المباراه 2007 مظبوط في 2007 اعتقد كان نفس الموقف ده عماد تيالي يعني، ولا لا اللي هو اخر مباراه ليه، ولا عبد الرحيم العرجون لعب شويه بعديها؟ الحكمين استنى لو تفتكر في 2007 الحكمين كان اخر مباراه ليه، حكم النجم الساحلي في تونس وحكم العرجون هنا. ايوه انا فاكر ان في حد كان فيهم المباراه الاخرانيه ليه. الاثنين 0-0 والخساره هنا والطرد واليوم ما كانش، كان الماتشين كانوا صعبين علينا يعني. اتلغى ضربه جزاء لبركات وخد الانذار الثاني. ايوه وماتشنا خلاص بقى القرارات اللي كانت دايما عكسنا خلاص. شديد قناوي فاكر شديد قناوي وابو تريكه تيالي ضرب جزاء لشديد وضرب جزاء لتريكه. كان اخر رول يعني احنا الظروف دلوقتي متغيره واحنا الحمد لله هنا برضو كسبانين. انا عارف ان الناس قلقانه ان مكسب 2-1 يعني خساره 1-0 لا قدر الله ممكن تخسر البطوله، لكن خلينا دايما متفائلين يعني احنا الحمد لله هنا برضو كسبانين وقدرنا ان احنا نحرز هدفين. شغلنا الناحيه الثانيه في الماتش الثاني هيكون عامل ازاي يعني. احنا اهم شيء ان احنا ما يجيش فينا جول ونقدر في اي وقت ان شاء الله ان احنا نجيب جول. السيناريو يكون احنا اللي بدانا يعني هيفرق معانا كتير ان احنا نبتدي بالتسجيل. وبرده في نفس الوقت وارد نفس الضغوط اللي هم كانوا محطوطين فيها هنا ممكن تقابل نفس الضغوط، واحنا شفنا الكلام ده السنه اللي فاتت، لكن ما كناش مهيئين السنه اللي فاتت، ما كناش مهيئين ان المباراه كانت مباراه واحده وفي ملعبهم. لكن المره دي لا، احنا المباراه شوطين، الشوط اللي هنا احنا طلعنا كسبانين مكسب 2-0 غير 2-1 غير 1-0. لكن لو تفتكر 1-1 في ماتش الصفاقس هنا احنا رحنا هناك كسبنا. الدوافع المفروض تبقى عارف ان انت برضه رايح هناك ان شاء الله تكسب. ولو ما جاش مكسب يبقى ما تخسرش، حتى سيناريو الخساره ان انت برضه معاك من 2-1 ان انت تقدر تتعادل 1-1، يبقى انت كل تفصيله صغيره دلوقتي انت عارفها بدل الماتش الاولاني عدى. انت عارف انت عايز من الماتش الثاني. واظن ان احنا من اول ما الحكم صفر وانت بتبتدي، ولو تفتكر برضو مستر مانويل في ماتش الصفاقس هنا سيناريو الماتش الثاني اتحط على طول من اوضه اللبس. الوقفه بتاعت نص الملعب ودخل هو الاوضه برضو وقال لهم انتوا بتحتفلوا في ملعبنا احنا نيجي نكتبكم، وبدايه حط الضغوط وبعدين بدانا السيناريو ازاي وهنلعب بكم. الاول هنلعب بثلاث ديفندرات والشوط الاولاني يعدي وبعدين الشوط الثاني، لكن انت التوفيق وعدم التوفيق ان السيناريو يمشي زي ما انت عايز. صح. انا اقصد سيناريو الماتش الشوط الاولاني خلص، يعني احنا كنا عايزين 2-0 3-0 وكان الماتش ممكن يودينا لكده. لكن المباراه بدل انتهت لكده، لكن احنا خلاص لازم ناخد الشوط ده عشان نبني عليه الشوط الثاني. ايوه. الشوط الثاني سيناريوهات كتير، لازم هيبقى محطوط سيناريو ان شاء الله رقم واحد المكسب. السيناريو الثاني ان انت ما 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 ما, ما تخسرش، ولو لا قدر الله في خساره يبقى انت مهدف برضه، يعني انت ممكن سهل ان انت تبتدي. وحتى لو لا قدر الله جه في جون ان انت لسه هتعوض، حتى لو النتيجه وصلت ل 2-0 انت 2-1 انت رجعت تاني للمباراه مره ثانيه. طيب عماد فريق الوداد في المباراه الاولى
يعني نسبة الاستحواذ تقريبا للنادي الأهلي بنسبة 72-73%، 26-27% للوداد. هل شايف ان الأهلي بقى هنا لما اتسأل الراجل المدير الفني للوداد عن هذا الأمر قال انا بلعب ضد فريق كبير وجمهور وضغط وكذا، فلازم كنت اقف ادافع بشكل جيد، يعني هل من الممكن ان نرى هذا السيناريو او عكسه، يعني بمعنى ان الأهلي هو اللي يدافع هناك ويصل ويترك الكره للوداد طوال هذه الفتره؟ ما انا بقولك انت على حسب انت محتاج ايه، ما انت شايف ايه ازاي. برضو المباراه اكيد هتتوزع على الاشواط، على الشوط، على التوقيتات، على بدايه المباراه غير بدايه المباراه، الشوط الاولاني الشوط هيمشي ازاي، بدايه الشوط مع نهايه الشوط. انت بدات بالتهديد ما حصلش والشوط خلص، فانا اظن ان كل دقيقه في المباراه ليها حسابات، خاصه بدايه الشوط نهايه الشوط، بدايه الشوط الثاني نهايه الشوط الثاني على نهايه المباراه. اللي جوه دي دايما هي تفاصيل مدرب، صح؟ يعني اللي جوه دي تفاصيل مدرب. انت بتشرح الاستراتيجيه اللي انت عايزها، خلاص انت عايز من المباراه. عشان كده بقول لك لازم نبقى واضحين من الاول. المباراه اكيد انت بتفكر في المكسب، انت بتكسب عشان تكسب البطوله. وفي نفس الوقت التعادل هيكسبك البطوله. اللي خسرك البطوله هي النتيجه السلبيه، خساره مثلا 1-0. فانت هل انت تفكيرك ان انت تعوض الجون اللي عليك، ولا تقول لا ما انا ان شاء الله مش هيجي فيها جون، ما انا ممكن المباراه تطلع 0-0 انا خدت البطوله. دي المدرب اللي بيقررها بقى. اكيد بقى لعيبته. لكن هو في نفس الوقت هو جاهز لكل السيناريوهات. لكن انت هتتكلم على 90 دقيقه، لا 90 دقيقه طبعا بدايه المباراه غير بدايه الشوط، غير وانت جوه اثناء الشوط الدنيا ماشيه عامله ازاي. هل انت هتقول انا ممكن، دايما بيفاجئنا يعني الكولر ان ممكن يعمل ضغط عالي. الثلاثه اللي قدام انت عندك 6 لعيبه، انت تختار منهم 3، والسته عندهم النزعه الهجوميه، يعني بيرسي تاو وطاهر حسين الشحات ومحمد عبد القادر أحمد كهربا وشريف. ادي 6 لعيبه انت، وكده كده انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب. الميزه اللي عندك في الثلاثه نص الملعب ان انت عودت 2 يشتغل جوه ال 18، يشتغل مش 8، يشتغل 10 اكتر زي حمدي او ديانج ومروان. فما فيش حاجات كتير قدامها هتتغير. انا عارف ان معاك طبعا كابتن مصر كابتن ماهر وكابتن حشيش، لكن انت كل حاجه موجوده معاك. يعني مش الماتش ده اللي ممكن تقول هيغير مثلا يلعب بثلاثه مدافعين زي ما بدانا كلام من الكابتن ماهر، طبعا موجود الكابتن حشيش موجود وعماد موجود واسلام موجود، وتجيب كمان سيد معوض، يبقى انت كده خلاص هتلعب بالخمسه دول مثلا. لكن هم الاربعه المدافعين وطريقه اللعب وكل شيء هو موجود. الوقت نفسه مش هتغير حاجه من غير زي ما الراجل بدا هنا. بس هو كان عنده مين ده؟ فريق الوداد، ان اخر مباراه بالنسبه له مع صن داون لعب بنفس الطريقه دي ونجح انه يخرج صن داون. ايوه صح، في المباراه اللي هناك 2-2. صح طبعا، فنفس صح. نفس الافكار خد نفس الافكار وعملها، انزل تحت الكره امتى، انا هلعب على الهجمه المرتده، انا بعمل محطه الراجل الافريقي راس الحربه اللي عنده اطلع عليه امتى، انا عنده سرعات، تويت الاهداف يجي في جون وبعدين يجيب جون. ده التوفيق وعدم التوفيق اسلام، مفيش غير كده في الكوره. صحيح، انت بتجتهد وبتتعب وحاطط السيناريو، حاطط سيناريو بلان 1 وبلان 2 وبلان 3، وبعدين توفيق ربنا بقى هو اللي بيمشي الـ 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 البطوله. مش هقول دي مباراه بقى، دي بطوله. صحيح، اللي مكتوب له ان هو ياخد البطوله خلاص. النتيجه دايما احنا كمدربين بنقول النتيجه اتكتبت. طيب اخيرا يا عمده، انت بتاخد نعم اخيرا عايزك تدي ده، هو احنا دكتور جاب لنا مباراه النجم والساحل، يعني انت يعني بتفكرني يا ابني يعني بحاجه، يعني حاجه يعني يلا ماشي، ده عشان العرجون بس ماشي. عماد، لو هتقول حاجه لمحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم و محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم و رامي حارس المرمى وكل لا الثلاث لاعبين اللي بيلعبوا استوبارات او الاربع لاعبين اللي بيلعبوا استوبارات، هتقول لهم ايه في مثل هذه المباريات المضغوطه؟ يعني المواقف دي، يعني مش قلت بقى خليني لعيب الاول، يعني نفس الظروف لعبت وانت هادي ولعبت وانت متعصب، ده وانا هادي احسن. يعني وانا هادي افضل طبعا. 2005 او 2006 غير 2007. وانت مضغوط، وانت مضغوط الامور بتبقى صعبه شويه. صحيح، مضغوط يعني عايز تعمل
كل حاجه في الوقت وكلها قرارات سليمه، فانت سيناريو الماتش انت بتعيشه من بدري، فتحط على نفسك ضغوط اكتر. خلي الهدوء هي سمه بالنسبه لك. حته ان انا عدم ارتكاب اخطاء، خليك واثق ان انت الثلاثه لعيبه دوليين هيبقى عليهم عامل كبير جدا، ان انت من اكتر الناس اللي هتوصل الثقه دي لزمايلك. كلامك مع زمايلك مهم جدا. خلي المباراه مراحل. كل وقت بيعدي لازم طريقه كلامك تتغير مع زمايلك. دايما تشتغل مع زمايلك على الدوافع. ان كل ما المباراه ماشيه في صالحك انت تركيزك بيعلى، خاصه في بدايه المباراه ونهايه المباراه لازم تركيزك بيعلى، لازم كمدافع تركيزك بيعلى. وما اشغلش بالي ان انا وارد الاخطاء في الكوره، وارده يعني، مش ما فيش حد بيطلع في مباراه عامل ال 90 دقيقه زي بعض. صحيح. فوارد ان انت تغلط، لكن اهم شيء حتى ساعه الغلط انت تحافظ على اعصابك. يعني ده يبقى اذا الهدوء هو الاهم في هذه المباراه الصعبه والمهمه جدا. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن عماد النحاس، ونصائح هامه جدا. احنا الماتش اللي كان بيتلعب، ماتش النجم الساحلي ده، هو عماد اللي جاب الجول ورجع طرد، لكن بص الحماسه والبتاع يعني احنا كان نفسنا. هنوريكم لقطه للحكم دلوقتي كمان في هذه المباراه، وريها لنا. يعني بص، مش عايز اقول لك، بص ضرب جزاء، دي ضرب جزاء على فكره، ما لعبش الكوره. ابو تريكه اللي لعب الكوره، ضرب جزاء هاتها بقى لو ما اعرفش اهو. بص ضرب جزاء بص ملهاش حق. ابو تريكه لعب الكوره وعدت، خلاص هاتها تاني، عدي. لا ارجع سنه، ارجع سنه بعد اذنك، لا ارجع سنه، ارجع سنه، خلي ابو تريكه يلمس بس الكوره اهو. بص دي ما اتحسبتش ضرب جزاء، مش محتاجه فار دي بقى. لا دي مش محتاجه فار، بص فين الحكم، دي مش محتاجه خالص. ابو تريكه لمس اهو خلاص، وهي وراحت في السكات، خلصت. عارف اسلام، لو هو لمسها، بص يا كابتن، كان اتغير اتجاهها. الماتش كام فوق 1-1. الكره دي 2-1 خلاص، خلاص خلص الماتش. عارف اسلام اللعبه دي لو هو كان مدافع لمسها في الدقيقه كام يا كابتن؟ انا اسف، احتمال الدقيقه 57. قال لك ابو تريكه بيمثل. هو خد بالك عشيش امام حضراتكم. عارف 2007، عارف لو هو لمسها المساك، لا انا راح اتغير في السجاير. انا فاكر الكره دي كويس ديت، ولو ما اعرفش بتاعت شديد قناوي عندك ولا مش عارف. ضرب الجزاء، بتاعت شديد قناوي دخل في لا شديد بركات، ايه بركات ما كانش بيلعب. شديد قناوي كره اتلعبت ودخل من ناحيه الشمال كده، دخل في وسط الاثنين. انت عارف شديد قصير، دخل في وسط الاثنين، الاثنين خدوه نزلوا بيه كده. والله يا كابتن، لا ما هو انت فاهم، دول اثنين ضربتين جزاء. خلاص انت عايز اكتر من كده ايه في ماتش زي ده؟ اديني حقي اهي. بص هتيجي، هتلف وترجع. بص اهو، وفي الدقيقه كام؟ لا مش دي يا عم، حاول تجيبها لي. فالمهم يعني ان بص يا كابتن، بص ايده، بص الايد باين، دفعه نايم عليه، لا ده ايده ونايم وعامل كل حاجه واضحه. بص يا كابتن، وقع عليه كمان، سبحان الله، واحنا شكرا خلاص. انا عايز اقول لك يا اسلام يعني حاجه. طيب معلش قبل ما تقول فرد. اللي يلا الكره دلوقتي بتقول ان مملكه سيمبا مرتبط بايه؟ مرتبط بعقد مع الكاف حتى 2024، يعني مش دي اخر مباراه ليه. لسه مكمل، لانه مكمل. كان عشان بس الكلام اللي كان بيتقال، فواضح ان وصل الموضوع، لان كولر اتكلم عن هذا الامر في المؤتمر الصحفي. والحقيقه اعلام النادي الاهلي اهو، يلا كوره، من خلال يلا كوره يعني، مصدر من الكاف ليلا كوره، مملكه سيمبا مرتبط بعقد احتراف مع كاف حتى ابريل 2024 ولا ينوي الاعتزال. اذا فدي المباراه دي عشان برضو يعني زي ما قلنا نقول اللي حصل. ده لسه برضو ما فيش من 10 دقائق في مباراه بتاع زي ما وريت حضرتك. هل دول حضراتكم انتوا شايفين؟ والله ما بهزر، لو شايفينهم ان هم مشتكلتين جزاء، لا ما ينفعش يبقى الكورتين بالوضوح ده في ماتش يعني، وما تحسبوش يعني. ما تحسبوش. الكره اتلعبت، عماد النحاس جاب جون. عماد هو جاب جون التعادل. رجعت الكره، كان الشرميتي لاعب نادي النجم الساحلي سريع جدا. فاحنا كلنا كنا مهاجمين 1-1 بقى، كلنا مهاجمين. كرة اتلعبت، راح من نص الملعب، عماد لمس طبعا هي طرد مليون في المية. ولكن يا عم احسب لي الكورتين دول بس خلاص.
كان الماتش خلص من زمان خلاص ما بالظبط. ولكن زي ما بنشوف ساعتها بقى ولا فار ولا بتاع فالدنيا عدت. بس انت بتلعب في القاهره واتعمل فيك كده. كنت بتلعب في القاهره واتعمل فيك بطوله غريبه. الماتش اللي فات برضه في القاهره نفس الكلام. انا رايك الماتش اللي فات ما هو كان نفس الظروف برضه. نفس الظروف برضه. عشان كده احنا بتاعت حسين الشحات كانت واضحه قوي. واضحه جدا. زي دي تأزيل بتاعت ابو تريكه تقريبا. ولمسه اليد كمان اسلام كان عليها لغط. لمسه اليد دي يعني ممكن تروح وتيجي. يعني عشان يعني المسافه والبتاع ممكن تروح وتيجي زي ما بيقولوا يعني. انا مش مقتنع. ولكن عندك في ناس بتقول ان لا المسافه وبتاع. انا مش مقتنع بالكلام ده. انا مقتنع ان هي كارت احمر. صحيح. ولكن تروح وتيجي فيها تتكلم. لكن بتاعت حسين الشحات دي هل فيها كلام؟ لا 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 لا. عنده واحده زق ما فيهاش كلام. 18 والثانيه بكلمك على دي اللي برجله. مليون في الميه. بس ما فيهاش ركله جزاء واضحه وصريحه. ولكن كده زي بتاع ابو تريكه بالظبط. بالظبط زي بتاع ابو تريكه بالظبط. بس دي هنا ودي الناحيه الثانيه بالظبط. فيعني يعني ربنا يكمل المباراه على خير. انا كنت بسال عماد نفس السؤال. يعني انا برضو عايز اسمع من حضراتكم هل كولر يعني ما اصل نسبه استحواذ كبيره جدا للنادي الاهلي في الشوط الاول في المباراه الاولى. هل من الممكن ان نرى ان الوضع بينعكس في المباراه الثانيه يا كابتن اشير؟ كابتن يعني انا بضم صوتي طبعا لعماد. عماد اتكلم في نقط مهمه قوي قوي في حته الاستراتيجيه في المباراه اللي هناك اللي هي بدات من اوضه اللبس. ودي ميزه المدربين الكبار. المدربين الكبار الهيد كوتش زي مانو جوزيه زي هدوكوتي زي فايسا. بصراحه الراجل بردك نفس الكلام نزل وقال احنا ابطال ارفع راسك. حصل احباط للعيبه. احنا بشر بردك غصبا عن اللعيبه. اللعيبه داخله زعلانه طبعا عشان الجماهير طبعًا اللي جايه بتساندها وبتشجعها ومسانده معاها بشكل كبير. كانت تتمنى ان هي طبعا تزود الاهداف لهدف ثالث. لكن زي ما قلنا ان المباراه النهائيه اسلام حشيش بتبقى بالنديه وبتبقى بالصعوبه السكور فيها بيبقى قليل. فما شفناش مباراه نهائيه السكور عدى مثلا 3 أهداف 4 أهداف لان بيبقى اخر مباراه الاثنين مدربين عايشين كل لحظه شايفين بعض بشكل كبير. لكن انا عايز اقول الجانب النفسي اهم جانب اسلام في هذه المرحله. خلاص التدريب واللياقه والجمل حشيش الخططيه وكور السبت والكلام ده كله ودور اللعب كله خلاص انتهى. لكن الجانب النفسي هو اللي ليه دور كبير جدا جدا في المباراه النهائيه اللي بالشكل ده. والراجل اشتغل عليه بصراحه من اوضه اللبس. اتكلم مع لعيبه بشكل كبير. انتوا ابطال. انتوا اصحاب البطوله دي 10 عندنا جوله فيكم ان احنا نقدر نحرز هدف ونقدر نعمل نتيجه ايجابيه ومش بعيد عنكم. بل بالعكس انتوا المجموعه دي حققت السنه اللي فاتت قبل كده واللي قبليها واللي قبليها وهكذا. عايز اقول لك اسلام بعض السيناريوهات تقول لك ايه. هل الراجل في اول ربع ساعه هيضغط من قدام على الرجاء؟ وارد. مع الوداد على الوداد وارد. هل الراجل ممكن يلعب زون تحت الكوره او ربع ساعه عشان يمتص الجماهير والحماس واللعيبه والكلام ده؟ وارد. هي دي السيناريوهات بقى اللي الراجل هيشتغل عليها مع اللعيبه ومن خلال الاوقات يقدر يضيف حاجه تكتيكيه، يقدر يضيف حاجه تغييريه، يقدر يضيف حاجه ثابته. لكن انا عايز اقول مهم جدا جدا يمكن عماد لمح ليها يعني بس انا عايز اكد عليها ان احنا في التلت الدفاعي يا اسلام بدون تهور من لعبتنا. ليه؟ صح. ليه؟ صح. لان هو يضطر يبدا ينقنق فاول هنا. صح. فاول هنا فاول هنا وهم بيعشقوا الجزئيه دي. صح. عندهم اطوال وسامبو ده بينط بدماغه وبيخبط وبينزل ودايما الدربكه ما بتبانش. وبالظبط كده الدربكه في التكتل الناس وافراد كتيره في ال 18 وكده الدنيا بتبقى هم بيعتمدوا على الحته دي يا كابتن. طبعا انت عارف. طبعا واحنا يعني نصيحه طبعا واحنا كلنا مدافعين وبنقول مهم جدا ان انا في التلت الدفاعي نمره واحد يا اسلام التشتيت. صحيح. اخلص منها قبل ما احتك بيك. اخلص منها. لما هتخلص منها حاجتين. انت بتامن مرماك وبتاخد ثقه وهو بيهبط وبيحبط لان هو مش قادر يطولها
هو عايز يطول حاجه حشيش مش لاقي مش لاقي. خلي بال حضرتك هو لو ما هو لو تفتكر الكوره اللي احنا بنتكلم فيها ضربه الجزاء بتاعت حسين الشحات ايوه هو لو اللعيب زي ما حضرتك بتقول شالها بالظبط ما كانش كانت خلصت صح يعني صح. زي ما حضرتك بتقول بالظبط ان هي احنا بقى هنبقى في العكس العكس فلو الكره دي اللعيبه وهي جايه له قام عاملها بشماله مطلعها خلاص مش عيب يا كابتن اسلام لما جايه في طاوله رجعت حسين مش عيب لان اخطر حاجه في الدنيا وانت مضغوط وبتشتت الكوره انت مش لازم ان انت كل كوره من رجلك بالذات في الحاله الدفاعيه تطلع صح صح مظبوط احيانا دي بتؤدي للي حصل انما انا اطلعها واخد نفسي وابتدي اقف وقفه لان دايما في الهجمات المرتده بيبقى فيه برضو لخبطه شويه كابتن ماهر في التحركات طبعا حشيش فلما تيجي وانت بتطلع تقطعها برضو تاني دي مشكله وعايز اقول لك حشيش ان نجوم المباراه في المباريات الخارجيه هم المدافعين صحيح وحارس المرمى لان العبء بيبقى عليهم كبير جدا فهي تملي بيبقى عامل نفسي بيني وبين المهاجم ان انا اول كوره لازم اخدها خلاص تديني ثقه وتحبطه ثقه تاني كوره لازم اخدها تديني ثقه اكتر تالت كوره اخدها الدنيا هتمشي انا شايف يا كابتن اسلام يعني. من وجهه نظري يعني فضل. ان اللي هيبقى عليه ضغط اكبر هو فريق الوداد عايز هو خسران هنا ايا كانت النتيجه عايز يجيب جون يعني وعايز يجيب جون وهيبقى مستعجل ان هو يحرز الهدف ده هو فاكر ان الهدف ده هو ده طوق النجاه والخلاص والماتش خلص لا هو في مشكله كبيره كمان بالنسبه له ان النادي الاهلي يجيب جون هيرجعك تاني للسيناريو صحيح. ان انت لازم تجيب هدفين وده وارد وممكن قوي زي ما هو احنا بنقول ما نخليهمش يجيبوا هدف في الربع ساعه الاولانيه بتاعه الحماس والثلث ساعه الاولانيه انت ممكن يحصل العكس انت ممكن انت اللي تحرز الهدف سكت الدنيا مع الضغط والحماس وكله عايزين نكسب وعايزين ممكن انت في المساحات ممكن تروح تجيب بتاع الوداد انت كسبان 2-0 اهي اهي معلش يا كابتن طبعا لا لا ما باين هي الفار مش محتاجه يعني انا مش فاهم انا مش وبعدين ليه ما راحش الفار يعني ليه ما روحتش لا ما الفار قال له مش بلانتي العب ده كمان حاجه غير اسلام غير الفار التصوير في حد ذاته يعني هي واضحه اول مره واضح. اسلام انا اشوف ان ما بيعدوش اللعبه يعني التصوير كمان في الحاجات اللي بتشوفها عندنا ده. احنا هنا في مصر بقى مش عندنا احنا في مصر غريبه جدا وبعدين يعني في سنس بقى في الكوره بيبان قوي اللعيب اللي بيمثل انه بيقع مع اللعيب اللي بيقع فعلا غصب عنه نتيجه الاحتكاك او نتيجه الحته اصل هو الكوره تحت سيطرته حسين ايه اللي هيخليه يسيبها وبعدين حسين بيحب الحاجات دي يعني كان هيخش ويرقص تاني واحد واحد هو انت يعني ركله جزاء واضحه زي ما بقول لك الراجل هنا بتاع الوداد حسبها ان هو بعد 2-0 النتيجه 2-0 قدامه موال هناك فقال لك طب ما انا حتى يعني لو جه فيا الثالث طب ما انا اقدر اجيب جون هنا يفرق معايا فهو عشان كده ابتدى يهاجم وشفنا قبل الهدف كمان في اكتر من كره كان افضل لعيبه افضل وراحوا فهو حسبها ان لا انا مش هستسلم لو استسلمت واكتفي بالنتيجه دي ممكن يجي فيا الثالث يبقى الماتش خلص بعد الجول الثاني يا حشيش اسلام بعد الجول الثاني قعد على الدكه خلاص حصل له احباط قاعد يفكر بقى اعمل ايه يعني اعمل ايه والمساعد بدا هو اللي يدير هو خلاص جاله احباط عرف ان الجيم راح بالنسبه له مين المدرب البلجيكي قعد هو انا اعتقد ان هو من الدقيقه 80 اوناجم تغييره اوناجم لان اوناجم الحقيقه من اللعيبه الجيده سريع وقوي عشان سريع وبعدين خد الكرة بقى ناحيه الشمال يعني عند يمين شمالنا اللي هي يمين او فات في مساحه فاضيه عدى وراح كذا مره فده صحيح. عمل نشاط فكان كان باين هو اللي عمل هو يقول انا ممكن اغير النتيجه تماما لو جبت جون فلازم اهاجم ما استناش ان انا اقفل واكتفي بال 2-0 دي لان يعني هي وجهه نظر متوقعين ان يخش فينا جول بس يعني حاجه يا اسلام هقول لك حاجه الفريق عامل مباراه حلوه قوي ومستمتعين بيها سواء دفاعيا او هجوميا او حتى في وسط الملعب بصراحه من احلى الماتشات اللي عملها النادي الاهلي بالظبط هو عشان كده الجمهور زعل عشان كده الجمهور زعل لان انت مش كسبان وانت يعني جوان لا انت لعبت واديت يقول لك العبره يقول لك العبره بالنتيجه في الاخر مش بالاداء الحلو بتاع عايز اقول حاجه كده عايز اقول اسلام احنا اتعودنا من خلال الخبرات انت لما بتسجل هدف تعليماتك بتبقى للعيبه يا حشيش انك انت الثلاث اربع دقائق اللي بعد الهدف لازم تتمركز صح طبعا يعني الجانب التكتيكي انك انت ترجع نص ملعبك وتبدا تامن تشوف الخصم قدامك وخطوطك قريبه من بعض صحيح وابدا من خلال 3-4 دقايق لما يعدوا على خير
ابدا بقى ايه امارس انطلاقاتي تاني. احنا بعد الهدف الثاني يا اسلام تلقائي، هو علم النفس بيقول كده، لوحدنا بيحصل نوع من الخوف، فتلاقي اللعيبه رجعت، بس راجعه بدون تمركز، راجعه بدون وعي، راجعه بدون مراقبه. تمام. فدي ده دور الكابتن ماهر بقى. خدت وقت معانا يا اسلام، خدت وقت معانا. يعني انا كنت طبعا مستر كولر هو طبعا ما شاء الله يعني هو من المدربين شايف الموضوع طبعا شايف. فانا كنت اتمنى ان احنا بعد الجول التاني، وحصل في الثلاث مباريات اللي في الدوري يا اسلام، احنا برضه جبنا جولين وبعدين نلعب الكره بتاعتنا سهله، ها ها ها، وتبان صغره نروح رايحين. فسبحان الله انا قلت الحمد لله رب العالمين، هنبدا بقى ايه نجيب الثالث، نبدا نجيب الثالث بفكرنا بقى اللي احنا شفناه في المباريات الثلاثه. يا كابتن ماهر برضه معلش يعني اصل المدرب يعني ما بيعملش كل حاجه، يعني المدرب برضو قبل المباراه بيتكلم وبيحط التكتيك وبيحط كذا ويعمل تغييرات، انما في اوقات يا كابتن ماهر وانت كنت بتعملها دي جامد قوي، ان في اوقات معينه لازم يبقى في حد عنصر او عنصرين في الفرقه هم اللي بيكلموا في الحته دي بقى. ما شاء الله احنا موجود يعني اثبت اقف، موجود علي معلول، موجود محمد عبد المنعم، موجود هاني الخبرات، موجود حمدي فتحي، كلهم الحقيقه كلهم لعبوا ماتشات كتير قوي يا كابتن. فعايز اقول لك اسلام ان احنا كان الاستراتيجيه بتاعتنا في المباراه دي ان احنا اكتر من 80% هجوميا في المباراه الاخيره امام يعني الوداد يعني لو 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 قلت و20% دفاعيا، لو الدفاع خد نسبه اكبر 30% كنا ممكن الجول ده ما يجيش فينا، والعكس صحيح بقى لما هنروح هناك عملنا كده هتنعكس الدنيا بقى. اوكي. هيبقى مثلا 75% دفاعا و25% هجوما. دي من ضمن الاستراتيجيه اللي مستر كولر لازم يفكر فيها. طول ما انت تحت الكوره وانت حاجتين يا اسلام في الكوره ما لهمش ثالث، وانت معكش كوره يا حشيش كلنا تحت الكوره شايفينها واحنا بننجح فيها بشكل كبير جدا، والراجل معلمها لهم بشكل كبير. طبعا. ولما نستحوذ ونطلع احنا عندنا جمل تكتيكيه، عندنا كور ثابته، عندنا كونتر وده المطلوب، هم عندهم مشاكل في الدفاع والهجوم ظهرهم. يعني من ضمن الحاجات اللي بتطمني يا اسلام عندهم مشاكل في خط ظهرهم، واحنا عندنا ما شاء الله الثلاثي الامامي عندهم من السرعات، عندهم من الاختراقات. اول 30 دقيقه اول 28 دقيقه تحديدا لما عملوا احنا كنا نسبه الاستحواذ قريبه من 83%. بالظبط. ايوه صحيح بالظبط. في اول 20 دقيقه مش كوره خالص. تقريبا. وده عامل لهم احباط في الاول. جدا. عامل لهم احباط كبير في الاول. كانوا بيدافعوا بس. بالظبط كده. فانت النهارده كان عندك مساحات ضيقه في الشوط الاولاني، مش قادر. صحيح. يعني على استحياء. ايوه. هناك اسلام هتنعكس، هو عايز يكسب. الامور هتختلف. هتختلف. اوكي. هيضطر ان هو عايز يخش لك حشيش بالمنظر احنا شفناه 10 لعيبه جوه نص ملعب الاهلي. صحيح. احنا بقى مهم جدا في الفتره دي انك انت تستحوذ صح. طيب. وتبدا تسلم صح، لان احنا عندنا من الكفاءه لعبتنا عندها سرعات وعندها مهاره. أيوة. وعندها تكتيك وعندها مرونه بشكل كبير جدا ان احنا نقدر نجيب جون، وده اللي بيطمني. دفاعاتهم مش كويسه يا اسلام. صحيح. عندهم مشكله في قلبي الدفاع الحشيش. أيوة. بشكل كبير جدا جدا، في عشوائيه التغطيه العكسيه زي الجون اللي جه، التغطيه العكسيه، وعندهم باكين بيطيروا على طول بره وجوه. صحيح. فالنهارده هيتخلق لنا مساحات ان شاء الله، وافتكروا الكلام ده ما كانتش موجوده في مباراه في الماتش هنا. طيب اخيرا يا كابتن حشيش تقول ايه بقى في مثل هذه الامور، لانه امر مهم جدا بحضراتكم ياما لعبتوا مثل هذه المباريات، تقول ايه للاعبين وللجهاز الفني وللجمهور ولكل الناس في خلال هذه الفترة؟ اقول في البدايه اتكلم مع الجمهور. اتفضل. احنا فاضل اربع تقريبا ايام على المباراه، ماتش الحد بالليل. ماتش الحد مش وقت ابدا للانتقادات والكلام واصل كذا واصل كذا والكلام اللي بيتقال ده كله، لازم كله يبقى داعم، لازم اللعيبه دي تاخد الثقه، اللعيبه دي رجاله زي ما عملوا قبل كده وخرجونا من العصره اللي كنا فيها في دور المجموعات وعدينا ربع النهائي ونص النهائي ووصلنا للنهائي وعملنا ماتش حلو المباراه الاولانيه، قادرين ان احنا ان شاء الله نروح نكسب هناك. الرجاله لازم يبقى عندها او اللعيبه لازم يبقى عندها اراده المكسب هناك، انا رايح اكسب مش رايح ابص لاي نتيجه تانية، انا رايح اكسب وقادر ان انا اكسب. مهمة هناك دي قوي. دي يعني التصميم على كده، ويبقى مفيش حد في دماغه اي لعيب لكن النتيجه دي بتاعت ربنا في النهايه. قاعد اي لعيب سواء في الملعب او قاعد بره
كله لازم يبقى حاطط في دماغه انا رايح اكسب، انا رايح اكسب، مش رايح اصلا انا عندي كذا فرصه واصل ممكن كذا واصل ممكن كذا والسيناريوهات اللي ممكن، لا انا رايح اكسب. التصميم ده والاراده دي بتاعت النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وحط في دماغهم الكلام ده كله والاحساس ده، هم فنيا وبدنيا وخبرات وتاريخ اقوى من الوداد، فلازم ابقى ماشي وفي ظهر الكلام ده كله. صحيح. لو انا حطيت الكلام ده كله وبرده جمهور لعبت قدامه، دلوقتي معظم اللعيبه الحقيقه لعبت قدام الجمهور ده اكتر من مره، فان شاء الله باذن الله انا رايح على المكسب ورايح احقق البطوله اللي انا جدير بيها في مشواري كله بتاع البطوله، انا احق بيها ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله اكسب وارجع بالبطوله. كابتن ماهر، عايز اقول يا اسلام ان المنظومه كلها اشتغلت بصراحه، يعني الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي الاهلي، وتعبنا السنه دي بصراحه، تعبنا بشكل كبير جدا يعني، فان شاء الله ربنا هيتوجنا التعب ده باذن الله رب العالمين بالنتيجه الايجابيه هناك. لعبتنا لعيبه دوليه ما شاء الله، احنا عندنا 7 لعيبه دوليين في المنتخب الاول وثلاثه محترفين على اعلى مستوى، فالمباريات ديت بالنسبه لهم يعني اتلعبت مش اول مره. صحيح، اتلعبت كتير، عندنا ثقه كبيره جدا جدا اسلام في لعبتنا، مهما يتقال بقى وجماهير النادي الاهلي زعلانه على راسنا من فوق، لكن الزعل ده ما يوصلش اللعيبه عشان يحصل نوع من الاحباط، لان اللعيبه اكبر من كده ان شاء الله. فانا بقول عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي، هيشرفونا وهيعملوا مباراه من افضل من المباراه اللي في القاهره، وان شاء الله هتكون النتيجه ايجابيه بالنسبه لنا باذن الله. برضه هاكد على حته الجمهور يا جماعه، موضوع الحسم من المباراه الاولانيه ده انتهى، ما بقاش في العالم خالص، ما بقاش انتهت الموضوع ده خالص، سواء في افريقيا او سواء في اوروبا، الحسم مع الدقيقه الاخيره في الماتش الثاني. مظبوط، هو ده اللي بيحصل يعني، فان شاء الله دعوات الناس كلها يعني. اللاعبين الدوليين سواء في الاهلي او في الوداد الحقيقه قادرين ان هم ان شاء الله خصوصا النادي الاهلي يستحق ان هو بعد رحلة العذاب الحقيقة إن شاء الله في هذا الموسم، ويبقى تتويج لموسم إن شاء الله يا رب، يعني يبقى تتويج لموسم رائع جدا 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 في النشاط الرياضي في النادي الأهلي. أنا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معانا، شكرا جزيلا كابتن محمد على وجودك معانا، وإن شاء الله يعني لكل حدث حديث، وإن شاء الله ربنا يكرمنا يوم الأحد. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. الحمد لله ايضا كريم سعيد الله يسلمك، ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مباركه كله كويس، بقاء قدام لله. خلينا ابدا معاك يا احمد، ورايك ان النادي الاهلي يقدر يصعد ان شاء الله من او يصل او ناخد البطوله ال 11 ان شاء الله باذن الله؟ الاهلي يقدر من هناك يعني، التاريخ كمان بيقول كده تاريخيا طبعا، تاريخيا وان شاء الله يعني زي ما تعودنا، ده النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيعرفش المستحيل، لا يعرف المستحيل. 5 نهائيات النادي الاهلي، 5 بطولات من ال10 اللي خدناهم في دوري ابطال افريقيا، ان مباراه الاياب كانت او المباراه النهائيه كانت خارج مصر، يعني أوكي. سنه 82 قدام اشانتي كوتوكو، مباراه الذهاب كانت 3-0 في القاهره، مباراه العوده 1-1 بره ملعبنا، 2006 قدام الصفاقسي التونسي تعادلنا 1-1 في القاهره ورحنا كسبنا بجون ابو تريكه الشهير 1-0 في مباراه الاياب، بس اعتقد دي كانت اصعبهم يعني. دي اصعبهم، وان شاء الله البطوله دي هتبقى كمان هتنافس بطوله ابو تريكه باذن الله يعني، اللي هي 2006 يعني. بطوله 2008 قدام القطن الكاميروني كانت مباراه الذهاب 2-0 و2-2 العوده بجروه وحصلنا على اللقب. بطولة 2012 قدام الترجي دي برضو كانت بطولة صعبة قوي، 1-1 في برج العرب، 1-1 في برج العرب، وتروح هناك النادي الاهلي كمان عمل احلى ماتشاته، احلى ماتشاته كانت حسام بدري، كان حسام، كابتن حسام غالي وكابتن وليد سليمان، ده الجون بتاع كابتن خطيب في ماتش كتوكو، بص الملعب كان عامل ازاي. فده كمان كان ماتش 2012 و2021 طبعا النهائي الشهير بتاع كايزر تشيفز مع بيتسو موسيماني، لما كان الماتش ماتش واحد بس وكسبنا 3-0. فالنهائيات بصفة عامة، الخمس نهائيات لما تاخد 10 بطولات منهم 5 بره ملعبك، دي حاجة التاريخ بتاع النادي الأهلي يطمنك، الشخصية بتاعت النادي الأهلي تطمنك. حاجة كمان رقميا كمان، الوداد المغربي خسر 4 ماتشات في دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة كلها،
الاربع ماتشات منهم ماتشين من النادي الاهلي. الرقم كان مثلا كان هم من سنه 94 كانوا خسروا من فريق جابوني سنه 94. ده طبعا الجون بتاع 2006 جون ابو تريكا اللي كنا بنتكلم عليه المتعب لفلافيو لابو تريكا. هنا برضو في الماتش ده لازم ناخد منه درس ان تقسيم المباراه من مانويل جوزيه في المباراه دي لازم نعمل كده في المباراه دي ان شاء الله، ان احنا ازاي نقسم المباراه دي مهم جدا. مانويل جوزيه نزلت في الماتش ده غيرت كل حاجه. كابتن اسلام كان واحد من الناس اللي هي نزلت وطبعا تقسيم المباراه يعني كمان ان انت اكوتي منسى بيخرج وبينزل متعب فده في نهايه الشوط الاول، فحاجه يعني اللي هو كان تقسيم المباراه ممتاز. تقسيم المباراه كان رائع من مانويل جوزيه، والمباريات دي محتاجه تقسيم صح. الحاجه اللي بعد كده عايز اقول لحضرتك ان فريق الوداد المغربي كان من 94 ما خسرش على ملعبه، جه سنه 2016 خسر من النادي الاهلي. بس ده ما كانش في ملعب محمد الخامس، فالنادي الاهلي برضو قدر يعني ايه يحطم الرقم بتاع الوداد. بعد كده قعدوا من 2016 ما يخسروش على محمد الخامس لغايه سنه 2020. ايوه كسبنا رايح جاي، كسبناهم رايح جاي 20 اللي هي مع بيتسو موسيماني اللي هي كانت 2020 بتاعه القضيه ممكن اوكي. فكسبنا الوداد 2020، فكل الارقام دي بتقول ان شاء الله النادي الاهلي يقدر. عايز اقول لحضرتك كمان ان الجمهور ما بيلعبش، يعني الجمهور والتواجد الجمهوري الجمهور بيشجع، يعني تواجد الوينرز او كده الجمهور مش بيلعب. اللعيبه والتكتيك بتاع المدرب وتقسيم المباراه هو ده الفيصل النهائي، واحنا كلنا ثقه في اللعيبه والجهاز الفني ان شاء الله ان هم يكونوا على قد المسؤوليه ويفرحونا باذن الله. كريم جوني زعل اللي دخل فينا ولكن لا يصيبنا بالاحباط. طبعا يعني النقطه اللي انا شايفها غريبه شويه ان حته ان احنا من ساعه الماتش ما انتهى سايبين امور كتيره وبنتكلم على هدف الوداد بس، مع ان ده ماتش من احلى الماتشات اللي عملها النادي الاهلي. الشوط الاول احنا عملنا الشوط الاول واول اول 20 دقيقه من الشوط الثاني، يعني خمس دقائق 20 دقيقه بالظبط. لا وخمس دقائق، خمس دقائق بعد الجون احنا مضيعين ثلاث فرص. ايوه صح، بعد الهدف الثاني صح. يعني الوداد من كتر ما هم مش مصدقين النادي الاهلي بيعمله، بعد الهدف الثاني عملوا 3 ميس باس قدام منطقه جزائهم صح لوحدهم، يعني من غير ضغط من غير اي شيء. لا الاهلي عمل مباراه غايه في الامتياز، ربما يعني زي ما كان سامي دلوقتي بيتكلم عن نقطه مهمه، نقطه تقسيم المباراه ربما كان يعني ينقصنا بعض النقاط الخاصه بالحته. ولكن الغريب يا كابتن اسلام طبعا احنا اكيد سيناريو الماتش يديك الاحساس ان انت عندك قدره انك تقضي على تنافسيه على اللقب هنا خلاص. ماتش العوده هيبقى مجرد مع كامل احترام طبعا نادي الوداد، والله يعني نادي محترم ونادي كبير ونادي عنده جماهير كبيره جدا وعنده لعيبه خبره بصراحه برضو يعني، لكن بصراحه فنيا كان في فجوه، فنيا في فجوه في كان أفضل. في السرعات، في فجوه في التاكتكس، في فجوه في الهجمات، في فجوه في حاجات كتير قوي بصراحه. لكن خليني اقول لك انه الجمهور بيقول ايه بقى في النقطه دي تحديدا. أيوه. صح كلامك فضل. صح وكلنا شايفينه فضل. ولكن في النهايه النتيجه كام؟ 2-1 بالظبط. بس يعني في الاخر وهناك لو جاب فيه جون والماتش خلص 1-0 كسب البطوله. صحيح صحيح اللي انت بتقول اقل واعمى صحيح لا خلاف على هذا، واحنا بنحترم نادي الوداد حتى لو هو مش في كامل حالاته. وبصراحه فاندن بروك المدير الفني البلجيكي مدرب محترم للغايه. انا في وجهه نظري فريق الوداد لو كان كمل بنفس بنفس سياسات جاريدو وكان جاريدو كمل معاهم لماتش سان داونز كنت اشك تماما ان هم يقدروا، لان فعلا فاندن بروك التكتيك اللي حطه لسان داونز هو عامله معانا يعني ماتش العوده هو كوبي وبيست. هو راجل عارف قدرات فرقته وعارف ان هم ما يقدروش ينافسوا النادي الاهلي في السرعات وما يقدرش يجاري، فضل يلعب على فرصه واحده وبدا النهارده. خلي بالك برضه في المؤتمر الصحفي مكمل الماتش بدا يدي كولر بعض المسجات وبعض الكلام عشان يبدا يحول المباراه لمباراه تنافسيه خارج الملعب، عايز يدخلنا في الجيم النفسي بتاع كل سنه. انا بشوف لا احنا برضو النقطه مهمه لازم، والجمهور طالما ان في سوشيال ميديا فالجمهور هو عنصر مهم فيها وعامل مشترك، وهي ان انت ما تحاولش ان انت تزيد في تصدير الاحباط. لا 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 اوكي طبعا نبقى اليرتد نبقى مركزين وكل حاجه ومفيش مشكله، لكن لا لنغمه الاحباط دي، ده خطر جدا خصوصا ان احنا في الاركايف اللي قاله سابق من شويه عندنا مواقف اصعب من دي. انا مع كامل احترام انا ما زلت لغايه النهارده فاكر بعد نهاية أو ما حكم صفر ماتش الذهاب قدام الصفاقسي 1-1 بتاع لما بلاسي جاب فينا جون التعادل، والله يا كابتن اسلام الاستاد الناس خارجة بتعيط، لأن ساعتها كان الجيل بتاعكم كان إدى إيحاء الأهلي هيخسر البطولة.
الاهلي قبل البطوله بتاعت رادس، البطوله الوحيده اللي جيلكو خسرها هو كاس العالم انديه في اليابان 2005، بس دي البطوله الوحيده اللي خسرها. سوبر مصري كسب، سوبر افريقي تكسب، دوري ابطال افريقيا كسبان، دوري مصري كاس مصري كسبان، كل حاجه بتكسبها. فالناس ما صدقتش ان في بطوله انت هتخسرها. ولكن رغم ده جوزيه، انا فاكر وحضرتك طبعا اكيد كنت حاضر الموقف، ان جوزيه دخل اوضه لبس نادي الصفاقسي. قلت جوزيه وانا وعماد نحاس تقريبا او شادي ووائل وتريكا، احنا يعني كان عندنا القدره ان احنا نقعد نزعق في اللعيبه، نزعق بينا وبين بعض في بعض يعني. احنا بينا وبين بعض كلاعيبه احنا نقعد كلنا ما حصلش حاجه وهنكسب هناك، هو في ايه؟ انا مع مجموعه وبركات مجموعه وتريكا مجموعه وجمعه او شادي مش فاكر مين فيهم مجموعه وعماء، يعني كل واحد خد شويه كده. بس احنا برضو كان عندنا القدره في الوقت ده ان احنا نزعق كده. وكان في موقف حدث ان جوزيه بعد نهايه المباراه سمعناه بقى والصوت والاحتفالات اللي كانوا بيتخانق بالظبط. هو تعمد طبعا. هو تعمد. حتى انا فاكر لغايه النهارده انا كنت في ماتش تونس، انا سافرت اغطي المباراه ليلا كوره، انا فاكر الفريق سافر يوم الاربعاء، وجوزيه بمناسبه يلا كوره كمل بس وجوزيه يوم الاربعاء واحنا وصلنا تونس الصبح خد قرار ان في تمرين بالليل في ملعب الفرع للمنزه، وخد الفرقه ولسه في يوم السفر وراح مرة. فمين اللي جاله؟ الصحفيين التوانسه جم عشان يسالوا سؤال واحد، انت ايه علاقتك بنادي الصفاقسي وهم بيحتفلوا في اوضتهم، انت رايح لهم ليه؟ وهو تعمد وكان ذكي جدا ان هو يحول الماتش النفسي مني عليك، وقعد يقول لهم، انا فاكر الاجابه بتاعته، احنا هنحتفل بالكاس قدامكم وافتكروا كلمتي وهنحتفل في ملعبكم. وبدا يزيد ويعلي الريتم جدا يعني. بكل امانه احنا طبعا مسافرين وطبعا في امل، مش فاهمين هو بيعمل ايه. برضو كان واحد لسه صغير في الميديا ولسه ما تودكش قوي، بس جوزيه كان سبحان الله كان عنده كابتن اسلام كان له دور كبير جدا لما خدت الجوائز 4-2. لا احنا كمان في يعني في دي البطوله دي بالنسبه لنا كمان مش عارف، كانت فرحه مختلفه يعني. انت في الطبيعي خلي بالك ما تلاقينيش انا مثلا واحد من الناس ما بتنططش كده كتير واعمل كتير وبتاع يعني ممكن تلاقي، لكن احنا البطوله دي بالنسبه لنا تحس ان احنا انفجرنا في الفرح. صحيح. ومحمد صديق، شوف محمد صديق بعد هدف هدف تريكا، محمد صديق رايح يدي مسج بتوع الصفاقسي فكان واضح الفكره في ايه. احنا عايزين نبقى واضحين جدا، وطبعا الامور دي يا كابتن اسلام في الرياضه موجوده، ان انت ساعات ممكن تكسب بالنفسي صح، ما تكسبش بالكوره. وانا احساسي لا الماتش ده نفسي، ان فاندنبروك عارف ان هو في خلال اسبوع وعايز يروح لكده، ما عندوش، هو هيعمل ايه يا كابتن اسلام؟ خلينا نبقى منطقيين واقعيين، خلال اسبوع هو يقدر يعمل ايه فنيا عشان يقلل الفجوه؟ مش هيقدر. لكن هو عايز يعمل ايه بقى؟ عايز ياخدك لسكه بعيده عن الفنيات. عايز طبعا انا متخيل ان هو المباراه الجايه دي اول ما بلاك سيما هيصفر هجوم هجوم هجوم، ويستغل الضغط الجماهيري، يا جماعه نجيب جون، لا قدر الله لو وصل له مش هيخليك تلعب دقيقتين كره على بعض. صح وخلاص. ده في وجهه نظري التكتيك اللي هو هيروح لي. فانا اختصارا لكلمتي، انا بس عايز اقول لجمهورنا الاهلي والفتره الجايه خلال الثلاث ايام اللي جايين ان شاء الله عايزين نبقى مركزين وكل، بس خلاص ماتش الذهاب مسانده ودعم. ماتش الذهاب كالعاده يعني في الرياضه النقطه مهمه، لازم الناس تفهم حاجه، اللي بيمارس رياضه طول ما انت عندك وقت انت ما تكئبنيش، انا ما فيش حاجه اتحسمت، وتعلم انا بقولها تاني اهو، والناس تتعلم من اللي حصل في الموسم ده في حاجات كتيره، كنا بنقعد نهاجم بعد ماتش السان داون. لا انا اسف، احنا هنا في هذا البرنامج الناس كلها بما فيهم بعض الاهلاويه الحقيقه طلعوا قال لك، وحقهم، لان يعني انا الاهلاويه من حقهم يعملوا اللي هم عايزينه ويقولوا اللي هم عايزينه، بس في ليميت برضه عشان ده بيوصل للعيبة. ولكن لا ليميت، انا بشوف ان الجمهور يعمل اللي هو عايزه، وجهه نظري الجمهور لا يعمل اللي هو عايزه في اطار المسانده والدعم والنقد، حتى النقد يعني النقد بنقبله بالظبط، لكن انا اقصد ان الجمهور واحنا في انا فاكر الحلقه دي طلع قال لك اسطوب تطبله للاداره. صحيح حصل حصل يا جماعه حصل. انا بقول حصل. ان المركب دلوقتي احنا فاضل لنا لسه ماتشين ولا ثلاث ماتشات، طب افرضوا طلعنا صعدنا يبقى احنا عملنا ايه فرقتنا؟ صحيح. فبقت صحيح. الناس فعلا تكملها للكلام كمان سان داونز، انا اسف بس اكملك النقطه دي، مكالمات التليفون بتجيلي، انت عارف انا برد على كل الناس فمكالمات التليفون اللي كانت بتجيلي قبل او بعد المباراه مباشره قوية قد قوية جدا، وفيها
تعنيف كبير جدا للاعبين وللاداره والكذا والكذا والكذا. بعد ما الحلقه دي اتعملت الناس كانت بتقول لي ايه، طب ما هو صح، ما عنده حق. قلت خلينا ننتظر وبعد نشوف نهايه المجموعات، وبعد نهايه المجموعات يا جماعه خلاص احنا خلصنا، نشوف بقى نقدر نعمل ايه وننتقد ونقول وكذا وكذا. صح. تكمله للكلام حضرتك، كنا هنا في سان داونز. الناس كانت عماله تشيد بسان داونز وان هم، برافو عليك، ان هم اعظم فريق وان هم احسن فريق ساعتها. صح. وان هم اللي هياخدوا البطوله، وهم دلوقتي مش في النهائي، النادي الاهلي هو اللي في النهائي. صحيح. وانا فاكر برضو، ما هو اصل الحاجات دي بتيجي بتحز في نفسيتي جدا والله، لما قلت ان راحه اللاعبين فرقت معاهم وانا بعتبرهم صفقات جيدة. حتى الجانب الاخر اتريقوا عليا يعني في هذا الكلام، ولكن يمكن لعيبه الكره اللي فيهم المفروض كانوا يبقوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله، لانه كلام منطقي من حد. لا، وانا اسف، في جزء محدش هيعرفه غير اللي مارس. بالظبط كده، برافو عليك، لازم كنت مارست. فانا ما بقول ان اللعيب ده هيرجع مختلف فعلا، لانه لما يبعد، واللي محافظ على الموضوع ده لغايه دلوقتي الراحه اللي خدها اللعيبه في اول السنه. صحيح. فيعني في بعض الامور برضو احنا بنتكلم فيها مش بغرض ان احنا، اصل ما ينفعش ان انا اطلع اخلي حضرتك تقعد تنتقد فيا تنتقد فيا تنتقد فيا لمجرد ان انا بدافع عن حد او لا خالص، انا بعمل كده لان هذه هي الحقيقه، وده اللي انا شفته زي ما انا بتكلم مع حضراتكم كده في مباراه الصفاقسي. نعم. احنا كنا، اقسم بالله اقسم بالله، احنا كنا رايحين عندنا يقين بالله ان احنا هنكسب. محدش فينا يعني، واحنا قاعدين بينا بقى وبين بعض، انا بقول لحضراتكم اسرار، احنا ما كناش بننام يعني، في طقم كده ما كناش بننام تقريبا، انا واحد منهم يعني، مش هقول التانيين مين، لكن الطقم ده احنا بينا وبين بعض عمرنا واحنا بنتكلم ما اتكلمنا غير في حاجه واحده بس، احنا يا ترى هنكسب في الدقيقه كام؟ ما فيش مثلا الجون اللي هيخش فينا، لو دخل فينا جون هنجيب اتنين، لو دخل فينا اتنين هنجيب ثلاثة. هو ده الكلام اللي كان بيننا وبين بعض، وكان عدد كبير من اللعيبة اللي كان بيتكلم بهذا الشكل. تمام. فخلينا نروح لحاجة أخرى بقى. بيرسي تاو وحسين الشحات أعتقد يعني بيبقى ليهم دور كبير جدا خلال هذه الفترة مع النادي الأهلي زي معظم اللاعبين. الفريق كله طبعا هايل، بس تحديدا الاثنين كمان في مباراه الذهاب مع مصطفى شوبير، بيرسي تاو وحسين الشحات بيقدموا اداء ممتاز جدا جدا. يعني بيرسي تاو ارقامه ان شاء الله، بيرسي تاو يكون كلمه السر واللعيبه كلها، بس تحديدا بيرسي تاو، لان دايما احنا اتكلمنا في نقطه ان التغطيه العكسيه عند يحيى عطيه الله ضعيفه، فبيرسي تاو لما بيقطع في الحته دي، لو بيلعب هاند بول كويس، هو بيلعب هاند بول كويس. فبيرسي تاو اكتر لاعب ساهم في اهداف، يعني لو استعرضنا الاحصائيه هنلاقي ان بيرسي تاو جاب 5 اهداف وصنع 5 اهداف، يعني اكتر لاعب مساهم في اهداف في دوري ابطال افريقيا 10 اهداف. صنع الفرص 14 فرصه، لو استعرضنا بس الارقام، بيرسي تاو جاب عامل 19 فرصه، المحاولات على المرمى 19 محاوله على المرمى، منهم 8 محاولات صحيحه لبيرسي تاو، المراوغات الناجحه 15 مراوغه ناجحه لبيرسي تاو، ودقة التمريرات 86.7 من 10. دي ادي قدامنا الارقام على الشاشه، اهو اكتر لاعب ساهم في اهداف في البطوله بيرسي تاو 10 اهداف. فدي قيمه المحترف، ان انت تجيب محترف هايل بصراحه، ولاعيب عنده شخصيه. يمكن انا متفرج على الملعب من الملعب بصراحه، لا بيرسي تاو لعيب عنده شخصيه في الواحد على واحد، بيعرف يتحرك ما بين الخطوط بشكل كويس، بيعرف يكمل جوه منطقه الجزاء بشكل كويس برضو، هداف حتى لما بيجيب بالهيد دي بتحسب لوينج ان هو بيتحمل بيكمل جوه منطقه الجزاء جنب كهربا. اما حسين الشحات، انا بشوف ان حسين الشحات دلوقتي بيعيش قمه نضجه الكروي. حسين الشحات. صح. بيعيش، انت وصلت لسن خلاص انت بتعيش قمه النضج الكروي بتاعك، احسن جناح داخل مصر حاليا، شعره حلو. لاعب اساسي 7 ماتشات، بديل مرتين، جايب ساب 4 اهداف وصنع 3، يعني مساهم في كام؟ في 7، 4 تجوان و3 اسيست. صناعة الفرص 7، المراوغات الناجحة 17، المحاولات على المرمى 17، منهم 8 صح، وفاز بالتحامات ثنائية 30. حسين الشحات لعيب كبير، يعني هو ليه ضربتين جزاء في مباراة الوداد مثلا اللي فاتت دي. يعني ليه لا غير ان هو عمل 2 اسيست، واحد لكهربا وواحد لبيرسي تاو. فحسين الشحات عمل جبهة كويسة جدا على ايوب العملود. صحيح. مملكة سيمبا كريم، وانا لسه قايل خبر من يلا كورة. نعم. انه مصدر اتقال ان هو بيقول انه مملكة سيمبا على عنده تعاقد مع
الاتحاد الافريقي حتى ابريل 2024. طبعا هو زميلنا محمد سعيد طبعا عنده مصادر كتيره في افريقيا واكد لي الخبر النهارده ان الكاف بالاتفاق مع الفيفا استحدثوا نظام جديد للتعامل مع الحكام. ايوه بالظبط، انا لسه كنت هقول لك اشرح يعني ايه تعاقب. طب بالظبط، هم طبعا كلنا عارفين ان الكاف طول عمره لما بيختار حكم لمباراه افريقيه بيعمل ايه؟ بيديله كاش ماني اللي هو ثمن ادارته للمباراه، وبيتحمل التكاليف السفر والفندق وما لا، ده كان اسلوب التعامل كل حاجه. الكاف بالاتفاق مع الفيفا غيروا النظام ده، قالوا لا النظام ده قديم وخلاص ما بقاش ينفع كده، احنا دلوقتي مؤسسات كبيره يجب ان نبرم تعاقدات زي موظف، يعني انت بتشتغل انت عندك عقد معايا، العقد ده مدته سنه، كل مثلا شهر بيخش لك دخل في مرتب بغض النظر لعبت او ما لعبت، تلعب بقى يتم بقى اسناد ليك ماتش ماتشين ثلاثه حسب الظروف، انت في الاخر تحت ادارتي وبالتالي انا بديك المهام حسب العقد الموكل ما بيني. وبالتالي من وجهه نظر المصدر طبعا الاقاويل بتاعه ان بابلاك تسيما هيعتزل بعد مباراه طلعت من المغرب وطلعت من الصحافه المغربيه وطلعت من مصادر برضه وفعلا ما حدش نفاها. هو قال بيقول يا جماعه ازاي النهارده حكم هيعتزل، دي وجهه نظر، انا بقول وجهه نظر مش وجهه نظر انا خالص، ازاي يا جماعه حد هيعتزل هو لسه مبرم تعاقد معانا في ابريل هينتهي في ابريل 2024. وقال بصراحه نقطه انا شايفها امانه منطقيه، قال طيب سن الاعتزال لحكم كرة القدم 45 سنة صحيح، وبملاك هو من مواليد ديسمبر سنة 80 وبالتالي هو حاليا عنده 42 سنة وشوية. ليه هيعتزل قبلها بثلاث سنين؟ ليه اعتزل ثلاث سنين اقل من سنتين ونص وعنده قابلية قدرة ان هو يدخل لنفسه دخل كبير جدا بعد ما ابرم العقد، لان العقد طبعا احنا بنتكلم اذا افترضنا يعني بقول اذا افترضنا ان شهريا الحكم هيقبض ما يقرب من 20,000 دولار. يعني بنتكلم في السنه الواحده 240,000 دولار، وفي طبعا وفي احد الحكام المصريين برضو يعني ابرم هذا التعاقد. ليه مش عايز تقول مين يعني؟ نعم الكابتن امين عمر. امين عمر، أمين عمر. ليه هو هيحرم نفسه؟ عرفنا هو بياخد 20,000 يعني. وقت ما بيتطور اي حكم بيتطور وبيحافظ، خليني اقول جمله بعد اتفضل. يعني اي حكم دلوقتي لازم يعرف ان الفيفا والكاف بدأوا ينظروا للموضوع بنظرة تعاقدية، وبالتالي النهاردة هو أنا هستعير الكلمة اللي قالها الكابتن سمير عثمان اللي أنا بكنيله بصراحة كل الاحترام وكل التقدير على شخصه. بجد والله فعلا اخدم نفسك، اخدم نفسك، تخدمش حد تاني، اخدم نفسك النهاردة عشان تاخد ال20,000 دولار. مبلغ أعتقد يعني في سنة واحدة، سنة واحدة مبلغ ربما يكون حد بيعمله طول عمره. لا في الشهر. لا ما ايوه انا بتكلم على الدخل، الدخل السنوي دلوقتي الدخل ايه اكتر كمان، الدخل السنوي هيبقى مبلغ وقدره. فالنهارده التحكيم الفيفا بقى بيقدره والكاف بقى خدوا الموضوع لنقطة احترافية تانية خالص. فبالتالي انا بشوف هو قال يعني للراجل يستقيل قبل او يعني يبتعد. واحد بيخش له 250,000 دولار في السنة قبلها بسنتين اوكي، بس تاني برضو انا ما زلت بقول ان طبعا اسناد المباراه وده اللي اتقال رسمي انت هو تكريم لبملاك عشان هو تم استبعاده من كاس العالم، وكل الناس يعني فئه الحكام في افريقيا كانوا شايفين ان بملاك كان يستحق ان هو يتم دعوته للمونديال، هم بيحبوا على فكره ومحبوب جدا ما بين فئه الحكام في افريقيا ومقدر للغايه. فانا بقول في الاخر احنا في مباراه، بس حته انك تقول تكريم وبتاع احنا نتمنى ان يبقى فير، ادي الولاد حقه بالظبط كده والدين حق، احنا لا نطلب المزيد. واخيرا بعيد برضو كلمه النقطه اللي احنا بنقولها للحكام المصريين النهارده، يا جماعه موضوع التحكيم بتاعكم بقى مختلف، فربنا يوفقكم واشتغلوا نفسكم وكبروا اساميكم. مبلغ لطيف. هناخد التشكيلات والحاجات دي، ولكن خلينا لما نقوم على الشاشه خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم على شاشه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ارقام الوداد يا دكتور احمد خلينا نبدا بيها على ملعبه ولا بشكل عام؟ على ملعبه اتفضل. احنا هنستعرض الاول ارقام الوداد في محمد الخامس في كل المباريات اللي لعبها في دوري ابطال افريقيا، ونحاول في دوري ابطال افريقيا ونحاول نستنتج منها بعض الحاجات. هم لعبوا خمس مباريات بدايه من دور المجموعات، نبدا الاول مثلا بمباراه سان داونز احرزوا هدف، مباراه سيمبا ما جابوش، مباراه شبيبه القبائل 3، فيتا كلوب جون، بيترو اتليكو الانجولي جون،
معدل التهديف يعني تعتبر كل الماتشات جون او ما عدا مباراه شبيبة القبائل هي اللي بقت ثلاثه. لاستقبال الاهداف الوداد ما استقبلش ولا هدف على ملعبه خالص، فدي حاجه برضو ان شاء الله النادي الاهلي يكسر الرقم ده، يكون اول نادي يقدر يسجل هدف في محمد الخامس. ايوه نسبه الاستحواذ بتاعه الوداد طبعا في الماتشين الاهم اللي يهمنا اكتر سان داونز وسيمبا، تحديدا سان داونز عشان المدرب الجديد فاندن بروك ما كان معاهم، لكن قبل كده كان جريدو. الاستحواذ 52 في مباراه سان داونز، سيمبا 65 64 72 قدام فيتا 45 بس قدام. بس هو طبعا في الاعتبار ان سان داونز من الدقيقه 34 في ماتش سان داونز كان بيلعب 10 من 1 صح. التمريرات الصحيحه كريم كمان 328 335 فين في المباريات اللي هي الاخيره، لكن نعم. قبل كده كانوا بيعملوا فوق ال 500 تمريره، ده دليل على ايه؟ دليل ان هم بيسيبوا الاستحواذ، ده يعني طريقه اللعب. دليل ان هم بيسيبوا المنافسين بقوا اقوى، والمنافسين بقوا اقوى بيسيبوا الاستحواذ، بيعتمدوا على التمريرات الطوليه اكتر. نعم. المحاولات 11 12 13 25 5 اخر ماتشين برضو المحاولات مش كتير قوي. 25 ده فيتا كلاب، فيتا كلاب افضل ده في دور المجموعات. لكن في المباراه دي 11 12. تعالى للمحاولات الصحيحه، اكتر ماتش مثلا كان شبيبة القبائل 6، لكن انت بتتكلم ان 2 و3 برضو المحاولات الصحيحه مش كتير، وده رقم سلبي، وده رقم سلبي لان رقم سان داونز كان سان داونز بيلعب 10 لعيبه لمده تزيد عن 60 دقيقه. صحيح. ده دليل ان هم نوعا ما مفيش شراسه هجوميه كبيره، او مفيش تركيز او دقه في انهاء الهجمه، او حذرين زياده عن اللزوم، لان فاندر بروك ده طريقه لعب فاندر بروك مختلفه. واقعي. الضربات الركنيه 7-6 برضو، ده الضربات الركنيه دي اهم حاجه عندهم في مباراه، اخطر حاجه علينا في مباراه الاياب هي الضربات الركنيه والضربات الثابته على ملعبه. تعال نبص على تشكيل الوداد بقى، نكشف الاوراق المدرب فاندن بروك ايه التركه اللي لعب عليها في مباراه الذهاب وايه اللي حصل. هو في مباراه الذهاب في القاهره هنا لعبت كابتن طارق العشري في حرس الحدود من 10 والله ما بهزر صح، اللي هي الطويله لاحمد عبد الغني، ينزل لاحمد عيد او ينزل الكره الثانيه والدفاع. بس هو تحديدا بقى في مباراه الذهاب عمل تركه علينا شويه في المباراه، ان هو عمل ايه؟ رضا الجعدي اللي هو اصلا لعيب ارتكاز وظفه جناح في الماتش ده عشان يوقف علي معلول، ده كان السر اللي عمله في المباراه دي. يعني هو بدا بيوسف المطيع، امين فرحان وارسن زولا اتنين مساكين، امين فرحان هو المدافع الاساسي اصلا ورجع من الاصابه وبدا بيه، ايوب العملود وده واحد من اهم المفاتيح، اخطر لعيب عندهم الباك اليمين بتاعهم ايوب العملود وهو مفتاح اللعب كله. يحيى عطيه الله عنده مشاكل في الدفاع وقدرنا ان احنا نستغلها في مباراه الذهاب. الاثنين الارتكاز يحيى جبران وجلال الدودي، بدا بايمن الحسوني ده كان صانع العاب، هو اللي كان ماسك بيعمل مان على مين؟ على مروان عطيه طول الماتش. رضا الجعدي كان عامل مان طول الماتش على علي معلول. زهير المترجي كان بيرجع بيحاول يرجع يساند مع يحيى الله وجلال الدودي ناحيه الشمال، وقدام المهاجم بولي سامبو. تعال بص الطريقه كانت عامله ازاي، كمل وقفتهم في الملعب، ده اماكن التمركز بتوضح لك برضو ان هي ادي الحسوني تحت صامبو، ادي رقم 10 وادي رقم 20 اللي هو ايمن الحسوني وصامبو، وادي الارتكاز ادي ال 4-2-3-1. هات اللي بعده هتلاقي برضو الحالات بقى بتوضح لك الفكره او التركه اللي عملها المدرب فاندن بروك قدام النادي الاهلي. هات اول صوره هتلاقي طريقه اللعب ازاي 4-2-3-1 وتوظيفه، ادي الاثنين في وسط الملعب اهم، وادي الحسوني رايح مع مين؟ مع مروان عطيه في وسط الملعب بالظبط. جلال الدودي رضا الجعدي ده او رضا الجعدي رايح مع مين؟ مع علي معلول اهو اول ما يستلم. مين اللي واقف هناك؟ ده زهير المترجي. هو اصلا طريقه لعبه كانت 4-1-4-1، لكن هو فاجئنا نوعا ما هنا ان هو لعب بال 4-2-3-1، ولكن انا بشوف ان كولر تعامل بمنتهى الامتياز مع الفكره دي، سواء بالضغط سواء بكذا فكره، بس طبعا ما ينفعش ان احنا نتكلم على فكر كولر، احنا بنتكلم على الوداد بس. فطبعا 4-2-3-1 قدر كولر ان هو يتعامل معاه برضه بطريقه ذكيه، ولكن احنا بنوضح الفكره بتاعت فاندن بروك. قلب الصور، هات الصوره اللي بعدها نفس الشكل. هنا مين اللي راح مع مروان عطيه؟ ايمن الحسوني. الوداد مستو الملحوظه قوي الالتحامات، القوه البدنيه، هم كانوا افضل مننا في المباراه دي في حاجه واحده بس، الالتحامات. تمام. طيب قبل ما تروح بقى للحالات الفنيه التكتيكيه، انا بس عايزين لو ممكن بس نجيب الصوره بتاعت التشكيل اللي جبناها في الاول عشان بس عايز اقول حاجه على ماتش العوده. طبعا كابتن اسلام اللي احنا شفناه من الوداد في ماتش الذهاب في وجهه نظر شخصيه مش هنشوفه في بدايه ماتش الاياب على الاقل اول ثلث ساعه. وخلينا نتفق على حاجه، فاندن بروك بكل امانه هم لازم يدوا له جايزه لان الراجل ده انقذ لهم الموسم الافريقي. الفريق ده لو كان بيكمل معاه جريدو من بعد ماتش سيمبا بالارقام اللي استعرضها ثابت من شويه كان صعب للغايه، بالامانه هيبقى مستحيل ان هم يعدوا سان داونز، مستحيل. لكن فاندن بروك فعلا مدير فني شاطر ان هو وقفهم دفاعيا كويس، هجوميا هو عارف ان الفريق عنده مشاكل،
واحد من المشاكل اللي عند نادي الوداد وبانت جدا جدا انه محدد ومؤيد قوي زهير المترجي. زهير لما نبص على دوره مع وليد الرجراجي معانا السنه اللي فاتت ودوره السنه دي مع فاندنبروك هنلاقي لا في تحفظ دفاعي بشكل كبير جدا وما عندوش الحريه انه يلعب في عمق الملعب زي ما كان بيلعب مع وليد السنه اللي فاتت. وعشان كده زهير لما تم تبديله في المباراه راح ماسك ازازه الميه وراح خابط الكرسي في المشهد اللي احنا شفناه. انا بشوف ان الراجل في ماتش الاياب عارف ان في فجوه فنيه ما بين لعيبه الوداد ولعيبه النادي الاهلي داخل الملعب سواء بدنيا او فنيا او تكتيكيا، وبالتالي الراجل ده في ماتش العوده هيلعب بضغط عالي وهيهاجم من اول دقيقه عشان حاجتين ما يروحوش منه، واحد المخزون البدني بتاع فرقته يضيع في الهجوم وما يضيعش في الدفاع، قدامنا المخزون البدني راح كله في الدفاع في الشوط الاول، والشوط الثاني حتى هدف الوداد ما جاش من هجمه منظمه، جه من استغلال لميس باس حصل من علي معلول في منتصف في اخر المباراه، وبالتالي هو عارف ان هو عايز يجيب هدف واحد، بعد الهدف ده ما هيجي انا هبدا استغل الاجواء بتاعت الملعب وان انا وصلت للهدف بتاعي ان انا احرم النادي الاهلي من لعب كوره او من ان هو يلعب اللعب المعتاد بتاعه، وبالتالي انا بشوف احنا قدام سؤال محتاجين نجاوب عليه. قدام اسلوب اللعب المتوقع لفاندنبروك، هل احنا هنبدا بضغط عالي برضه ولا هنلعب بزون ديفنس؟ لكن هو السؤال بتاعه متجاوب عليه ان هو ما عندوش اوبشن بي. متاكد؟ اه طبعا، اصل هو ما عملش كده قدام السان داونز، خلي بالك. صح، بس هو كان رايح سان داونز، وخلي بالك هو طريقه لعبه بالارقام اللي احنا شفناها من بدايه الحلقه، نعم، اللي هي الارقام الوداد على ملعبه كلها بتقول انه حتى على ملعبه بيلعب بنفس الشكل لغايه دلوقتي. هو ما لعبش غير ثلاث مباريات، صح؟ هو ده المباراه الجايه دي الرابعه، اللي جايه الرابعه سان داونز، اتنين بتوع الاهلي، اتنين سان داونز، هم لعبوا الاهلي هنا، الثلاثه اتلعبوا بنفس الطريقه، نعم، وهو بيلعب 10 وسان داونز بيلعب 10. خلي بالك النتيجه يا كابتن اسلام فرق من صح، كلامك صح، بس النقطه مهمه، هو الماتش الاول قدام سان داونز هو مش عايز يخسر على ارضه، ورغم تقصد ان اختلاف، ايوه، ورغم هو احنا مثلا جدا محاولات اهو، رغم ان سان داونز بيلعب ب 10 لعيبه هو ما هاجمش، صح، مش عايز يخاطر بريتوريا، فضل محافظ على الريتم، دخل الجون الاول يهاجم، دخل الجون الثاني يهاجم، هو بيلعب على حسب رياكشن، الرياكشن، وبالتالي هو دلوقتي مطلوب منه رياكشن، هو مش هيلاعبني عمره، مستحيل انه تقصد ان هو من اول تلت ساعه، طبعا، لان هو عارف ان لعيبته، ما خلينا برضه كده بصراحه، النهارده لعيبه الوداد التشكيل الحالي في كذا لعيب معدي 30 سنه، الفريق برضه بيكبر وهو نفس المجموعه اللي كسبت السنه اللي فاتت، وبالتالي هو عايز يعتمد على خبراته وعايز يستغل المخزون البدني في اول الماتش. لو احنا، انا في وجهه نظري، كل ما الوقت بيعدي هو بيخسر حاجتين، بيلعب ضد الوقت وبيخسر من المخزون البدني اللي هو القلق، نعم، والقلق طبعا. بس هو الفكره في حته النادي الاهلي يقدر يلعب كتير، لكن الوداد انا في وجهه نظري هيبقى الشوط الحسم له الشوط الاول هو بس، ان شاء الله احنا نقدر باذن واحد احد، باذن واحد احد لو نقدر نسجل هدف الشوط الاول، انا بعتقد ان احنا هنا بنقضي على امال الوداد تماما في المباراه. طبعا تعالى نكمل برضو نفس الحالات هنا، بص اهو، دي ايمن الحسوني رايح مع مين؟ مع مروان عطيه. مين اللي واخد منعم؟ صامبو. مين اللي رايح على معلول؟ رضا الجعدي. وهنا ايمن الحسوني. بس تفتكر يا احمد ان هو هيبدا برضا الجعدي هناك؟ نو واي. هو هيبدا no لا هي انا جايبين بقى الطريقه الثانيه، هنشرح الطريقه الثانيه اللي هي المتوقعه. خلص. اوكي. يعني دي التركه اللي هو عملها هنا في مباراه الذهاب. نكمل برضو هنا الضغط على علي معلول، دايما هو عمل جيم بدني رهيب على علي معلول اهو زي ما شايفين. نكمل برضو بكمل الصور نفس الشكل، هنا الضغط بتاع النادي الاهلي المميز اللي كان، ده كان نقطه القوه بتاعت النادي الاهلي بصراحه الشوط الاول. النادي الاهلي ضغط ضغط ممتاز وسرعه تحول، يعني دي الكره اللي هي جت بعد كده ضربه جزاء، جت لحسين الشحات وضربه جزاء. كمل. وفي كره جت لكهرباء في الاول، دي بتاعت حسين الشحات اللي هي ضربه الجزاء. أيه. كملها اهي، دي كانت واحده من ضربه الجزاء اللي هي ضربه الجزاء الثانيه مش الاولى. كمل برضو هنا بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، طريقه اللعب الثانيه، ايه التشكيل المتوقع للوداد في مباراه يوم الاحد؟ ايه اللي ممكن يغيره؟ يعني احنا اتكلمنا على التركه بتاعت مباراه الذهاب، تعالى بقى ايه التشكيل الاقرب ليهم في مباراه يوم الاحد؟ ايه اللي ممكن يغيره؟ اللي هو ممكن يغيره ان هو هيرجع لطريقه لعبه اللي هي 4-1-4-1 بوجود يوسف المطيع في حراسه المرمى، امين فرحان وارسن زوله،
يحيى عطيه الله باك ليفت وايوب العملود دول مش هيغير فيهم حاجه، اللي هم الاربعه اللي ورا، ويحيى جبران، ويحيى جبران طبعا قدامهم كارتكاز مش هيغير فيهم حاجه. الاثنين المساندين هو دول اللي ممكن ايه هيتغير، يعني رضا الجعدي هيبقى ثابت، هو الاساسي بتاعه رضا الجعدي، لعيب كويس جدا وبيكمل ايمن الحسوني عشان عمليه الضغط على مروان عطيه. الاثنين الاطراف بقى هيبدا يهاجم، هينزل زي ما نهى الشوط الثاني، هيبدا بونجم وسيف الدين بهره او المترج. ظهير المترجي عنده اصابه في الكاحل، نسبه لحقه بالمباراه ممكن 60-70%، بس عندهم سيف الدين بهره اللي هو نزل سجل الجون، ده لعيب كويس وبرده اكتشاف في المغرب وعنده سرعات، فهو سيف الدين بهره او ظهير المترجي وبولي سامبو قدام راس حربه. ده تشكيل الوداد الاقرب يوم الاحد بطريقه لعب 4-1-4-1. كمل هنا، ده اللي لعب بيه الشوط الثاني، يعني اللي لعب بيه في اخر 10 دقائق بالظبط، ان هو نزل اوناجم في المساحه اللي ورا معلول، نزل سيف الدين بهره بعد ظهير المترجي. هات الحاله اللي بعدها هتبص تلاقي الشكل اهو ايه اللي حصل من الدقيقه 82. نبص على الوقت فوق، الدقيقه 82 الشكل بقى ايه، 4-1-4-1، 3 في وسط الملعب، هنا الجعدي ويحيى جبران الثلاثه اللي في وسط الملعب، ومحمد اوناجم وسيف الدين بهره على الاطراف. ممكن بنسبه كبيره يبدا كده في مباراه العوده يوم الاحد. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي دي وقفتهم لما نزلوا، شوف الطريقه كانت في الاول 4-2-3-1، دلوقتي اتحولت ل 4-1-4-1 بوجود اثنين على الاطراف بقى زايدين، اللي هو محمد اوناجم ناحيه اليمين وسيف الدين بهره ناحيه الشمال، وقدام سامبو. سامبو ده مهاجم قوي جدا في الالتحامات. لا وسامبو كمان في رقم مهم جدا جدا عايزين نقوله، هو رقم سلبي لينا وايجابي ليهم، هم في الكرات العاليه نادي الوداد خد تقريبا معظم الكرات العاليه معانا. انا بقول لك الالتحامات هم تفوقوا علينا في الالتحامات، واعتقد ده بسبب سامبو. يعني سامبو احنا عايزين نقول ان الكرات العاليه هم خدوا 17 كوره احنا خدنا 12، وده يوضح قد ايه فعلا هم زي ما حضرتك منهم واحده اللي شالها شوبير. لا وكمان الهجمه، اول هجمه للوداد نشوف الارتقاء بتاع سامبو، وان هو الكوره دي طالعه معاه اتنين في الهواء ينزلها لزميل وقاصد. لا ودي اتعملت تاني مره اعتقد اتعمل فينا في سان داونز برضو، في سان داونز من الهدفين ماتش 2-2، هنا في هدف منهم جه كده. انت بتطلع ومش مركز مع اللي تحت، انت مركز مع اللي بينط معاك. وسامبو بصراحه في الكرات العاليه مميز للغايه، وعنده دقه شديده في توجيه الكوره لزميل، فلازم ناخد بالنا. بس ياسر ابراهيم عمل معايا ماتش حلو قوي طبعا. لا خلاف. بس احنا برضه دلوقتي بنتكلم في حاجه رقميه كتوتال. لا هو برضه خلي بالك، ما هو مش طبيعي او مش من الطبيعي انه يفضل الستوبرز بتوعنا يكسبوا كل طبعا كوره يا جماعه. لا والوداد برضه، الوداد طبعا فريق كبير وعنده لعيبه كويسه، بتاع فريق كبير مش لعيب صغير كبير. فاحنا بس عايزين نخلي بالنا ان فعلا الكرات الطوليه والكرات العاليه هيبقى سلاح الوداد، اللي اعتقد شهوب ما هيلعبوا كره. اخد رايكم انتوا الاثنين في روشته الفوز بالنسبه للنادي الاهلي سريعا جدا، وتشكيل النادي الاهلي من وجهه نظرك يا احمد وكريم. اول حاجه لازم نقسم المباراه بشكل كويس جدا، بشوف ان انت لازم تقسيم المباراه تقسيم المباراه مهم جدا. اول ربع ساعه تحديدا مهم ان انت تبدا بضغط عالي، بشوف كده من وجهه نظري عشان تمتص الحماس الجماهيري. تبدا بضغط عالي، انا بشوف ان لازم تضغط وتحاول تجيب جون، لازم خطتك تتبنى ان انت تجيب جون، لان انت لا قدر الله دخل فيك جون النتيجه تبقى 2، العب على ان انت تجيب جون، عشان لو النتيجه بقت 2-1 مثلا تروح لركلات الترجيح. يعني فانت لازم دي خطتك تكون ان انت تحاول تخطف جون، زي ما عملنا مع الرجاء السنه اللي فاتت لما محمد عبد المنعم جاب الجون الضربه الثابته من ضربه ركنيه، قدرت ان انت خلاص انت خلصت الماتش. الحاجه الثانيه استغلال الفرص، مهم جدا تستغل الفرص، مهم جدا يكون في روح، لازم اللعيبه والجهاز طبعا الفني كل اللعيبه تعمل اللي عليها، اعمل اللي عليك والتوفيق ده بتاع ربنا. يعني مباراه 2006 اللي احنا جايبينها دي، ما الكوره دي كانت ممكن ده في اخر ثانيه كانت ممكن ما تجيش، بس ده توفيق ربنا ليه. لا ولو ما جاتش ما حدش هيقول لك انت، الناس كانت هتطلع تسقف لنا وتقول برافو. ليه؟ ده جمهور الاهلي، لان انتوا عملتوا اللي عليكم بالظبط. مهم ان انت تعمل اللي عليك والتوفيق ده في الاخر بيجي لك بتاع ربنا، فده صحيح. ده المطلوب من اللعيبه. الحاجه اللي بعد كده ما تحطش في دماغك الجمهور او التيفو اللي هم بيعملوه في الاول، الحاجات دي مش كوره، الحاجات دي مش بتكسب في الكوره. يعني انا لو لعيب هنزل اتفرج واتبسط، هبقى مبسوط ان انا بشوف حاجه لطيفه زي يعني التيفو ما بيلعبش يا كابتن اسلام. لا برافو عليك، ما هو ده انا بقول لك. انا لو لعيب، وعلى فكره احنا عندنا لعيبه لعبوا 5-6 نهائيات او اكتر كمان، فعارفين كويس قوي.
هنزل بالعكس، هنزل ابص كده واتبسط واعمل للناس كده برافو وبتاع، واخد لي صورتين معاهم، واخد لي صورتين وكل حاجه، لكن خلاص ده زي ما انت بتقول التيفو ما بيلعبش. الحذر الحذر، كل الحذر من الضربات الركنيه. انا معايا صورتين بس ارجع واكد تاني على الضربات الركنيه لو نجيبهم، مهم جدا 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 الضربات الركنيه يا جماعه، لازم نقلل الضربات الثابته اللي حوالين منطقه الجزاء. لو فاول ملوش لازمه مش لازم يتعمل، اعمل الفاول بعيد في وسط الملعب، ما اعملش الفاول حوالين منطقه الجزاء. اوكي، عوده محمد الشناوي طبعا مصطفى شوبير اكتشاف ويعني ان شاء الله موهبه صاعده بقوه، بس اعتقد ان عوده محمد الشناوي هتدينا ثقه رهيبه خاصه في مباراه العوده، والشناوي قائد ليدر. فانا هخش على، لو جبنا بس الضربات الركنيه سريعا الصورتين بتوع الضربات الركنيه، التشكيل الافضل من وجهه نظر النادي الاهلي اعتقد ان الشناوي عودته هتفرق كتير، خاصه بنتكلم في ضربات ثابته، بنتكلم في عرضيات هناك هتبقى دي سر قوتهم. الاثنين المساكين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، محمد هاني وعلي معلول، بشوف الثلاثه اللي في وسط الملعب اعتقد نفس التشكيله، يعني ديانج حمدي فتحي مروان عطيه وديانج وحمدي فتحي، لو واحد فيهم مثلا ممكن عمرو السوليه جاهز برضه، يعني انا بشوف بس ما اقدرش استغنى عن الثلاثه اللي في وسط الملعب ماشيين بشكل كويس بصراحه وشكل هايل، الثلاثه اللي قدام بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا. يلا كريم اتفضل. لا نفس التشكيل طبعا مع دخول اكيد محمد الشناوي، لا خلاف ان التشكيل، واعتقد كولر واخد القرار ده ان مفيش تغيير في التشكيل، هو بس مع دخول محمد الشناوي بدل مصطفى شوبير. انا بس الفكره ان انا بشوف ممكن اكون عكس ثابت شويه في حته بالبدايه، ان الضغط العالي من البدايه دي مش ممكن تبقى ريسكي شويه، ممكن احط 10 دقايق مثلا، 5 دقايق 10 دقايق ان انا امتص ده مش انا معاك ساعة. انا معاك جدا جدا فكره ان انا رايح اجيب جول، انا معاك في دي، انا متفق، بس هي الفكره في حته ايه، هو هيبدا، هو ما عندوش حل تاني، هو ما عندوش حل تاني. انا لحد ما ممكن احسبها شويه، ممكن ما يبداش، لا لا مستحيل. طب هقول لك ليه، ليه مستحيل؟ مباراه سان داونز اللي هي هتاخد حلقه جديده عشان نقعد نعمل. طب استنى ثانيه، مباراه سان داونز اللي هي الاياب العوده لما دخل فيهم جون فاندن بروك عمل ايه؟ فضل واقف ورا ما هاجمش في 2-1، في 2-1 وفي 1-0 وهو خسران، لا ما هاجمش، فضل واقف ورا، لا لا هو وقف شويه وبعد كده عمل التغييره الاولانيه في 2-1. 2-1 التغييره اللي غيرت الجونين ايه؟ الجونين ضربات ثابته، ضربات ثابته، لا ضربات ثابته، واحد كان طالع واحد واحد جابها في مرمى، يعني اللي جاب الجون في نفسه ده يعني عم كملها، يعني الكره نازله كده، الكره نازله كده وانا جاي كده حطها كده ولا طلعها كده. هو بس الاكيد ان موضوع تقسيم الماتش ربع بعد ال 15 دقيقه هعمل كذا، ده مهم، والتغييرات صحيح مهم قوي، ربما نبقى مختلفين بس على توقيت التغييرات في ماتش الذهاب، وان شاء الله باذن الله طبعا اللي ربنا رايده هو اللي هيكون ان شاء الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا، وكان يعني النهارده كريم برضو قال لنا واحمد قال لنا على امور كثيره جدا تخص، ان شاء الله ربنا يكرمنا. وزي ما قلت لحضراتكم الدعم والمسانده واجبه، الدعم والمسانده ستظل دائما او سنظل في قناه النادي الاهلي وفي هذا البرنامج تحديدا ندعم ونساند هذا الفريق الذي يستحق الحقيقه كل التحيه على ما فعلوه خلال الفتره السابقه، ويستحقوا اكثر واكثر ان شاء الله بعد ان شاء الله ما يجتهدوا ويقدروا يكسبوا هذه البطوله. عموما ان شاء الله هنكمل مع حضراتكم هذه المساندة وهذا الدعم خلال الأيام القادمة، وإن شاء الله دايما جمهور على فعل المستحيل أو يخلي اللعيبة تعمل المستحيل من خلال جمهور النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير.